السلام عليك يا حجة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. تقبل الله أعمالكم جميعا. كنا قد قدمنا في الليلتين الماضيتين أن هاهنا خبران يحتاجان إلى شيء من التوفيق والجمع. الخبر الأول والثاني كلاهما رواهما الشيخ الكشي عليه الرحمة والرضوان في رجاله. أما الأول فما رواه عن عبد الله بن يحيى الحضرمي رضوان الله تعالى عليه، وهو أحد شرطة الخميس، ومؤدى خبره أن أعدادهم كانت 5000 أو 6000 رجل. الخبر الثاني رواه عن أبي خالد الكابولي رحمه الله عن إمامنا وسيدنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، وفيه يقول الإمام: كان علي بن أبي طالب عليهما السلام عندكم بالعراق يقاتل عدوه وعنده أصحابه، وما كان منهم 50 رجلا يعرفونه حق معرفته، وحق معرفته إمامته. قلنا: الإشكال هنا أنه كيف لا يكون مع أمير المؤمنين عليه السلام أكثر من 50 رجلا يعرفون إمامته، والحال أن بيده 5000 أو 6000 من شرطة الخميس. وإذ علمنا أن شرطة الخميس ممدوحون على لسان أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بأن الله قد سماهم شرطة الخميس على لسان نبيه صلى الله عليه وآله، لازم ذلك أن تكون أصول دينهم سليمة، فيكونوا تاليا معتقدين بإمامته صلوات الله عليه، إذ لا يتصور في المقام أن يكونوا مثلا من المستضعفين غير المكلفين في ذلك الزمان بمعرفة الإمامة وتعيين الإمام. فكيف يمكن إذن التوفيق بين الخبرين هذين؟ قلنا إن مما ينقدح بالبال أن هاهنا 3 احتمالات. الاحتمال الأول
أن يكون أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بدو تسلمه للحكومة الفعلية قليل الأنصار الذين يعرفون حقه، حتى أنهم ما بلغوا 50، إذ كان عامة الذين بايعوه إنما بايعوه على ما بايعوا المتقدمين قبله. ثم بعدئذ واصل أمير المؤمنين عليه السلام تعريف الناس بالحق، وكشف الغطاء كما عبر سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه، وباح بالأمر وترك التقية، فعرف الناس إمامته، ومن ثم تزايدت أعداد الشيعة حتى بلغ منهم 5000 أو 6000 رجل كانوا من خلص شيعته، فاعتقدوا تاليا بإمامته. عليكم السلام ورحمة الله. أي أننا في هذا الاحتمال الأول إنما نقول إن خبر الباقري عليه الصلاة والسلام ناظر إلى بداية حكم أمير المؤمنين عليه السلام في أثناء ما كان يقاتل عدوه. قلنا إن هذا الاحتمال يواجه إشكالاً، وهو أنه إذا كان أمير المؤمنين عليه السلام استطاع تاليا أن يجمع من الشيعة الذين يعرفونه حق المعرفة ويعرفون حق إمامته، إذا كانوا قد بلغوا في أواخر أيام حياته هذا العدد الكبير، 5000، 6000 من شرطة الخميس، فما باله صلوات الله عليه كان في أواخر أيام حياته يشتكي من قلة الناصر وقلة المعتقدين به وقلة المطيعين له. هذا ينافي ذاك، فإن القائد الذي لديه مثل هذه الوفرة من الرجال المخلصين، 5000 إلى 6000 رجل، لا يشكو حينئذ من قلة، كما لا يشكو من خذلان أو عدم ائتمار، أنهم ما كانوا يأتمرون بأمره. فلذا عدلنا إذا إلى الاحتمال الثاني، وقلنا إن الاحتمال الثاني هو عكس الأول، أي أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام كان لديه في بداية حكمه 5000 إلى 6000 رجل مخلص معتقد بإمامته من الرافضة الشيعة الأبرار من شرطة الخميس، لكن قد أفنتهم الحروب حتى تناقص عددهم وما بقي معه أكثر من 50. هذا الاحتمال طرحناه البارحة وجئنا بشاهد عليه، كما جئنا في الاحتمال الأول بشاهد عليه كذلك، ولكن نقول هذه الليلة إن الاحتمال الثاني أيضا يواجه إشكالا، وهو أننا نعلم من نصوص وشواهد وآثار عدة متضافرة في مجموعها وحيثياتها
أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما إن بدأت حكومته الفعلية بعد الثورة على الطاغية عثمان لعنه الله، ما كان لديه الكثير ممن يعتقد بإمامته. كان قلة يعتقدون بإمامته، وهذا ما يفسر أنه صلوات الله عليه كان يتحاشى في الأشهر الأولى من حكومته أن يصرح بكثير من الأمور حتى لا يتضعضع جيشه. جيشه كان معتقدا مثلا بأبي بكر وعمر في معظمه، فإذا ما صرح بموقفه منهما تضعضع الجيش، وهو قد صرح بذلك نتيجة، ولكن حين سنحت الفرصة. وقد أثر عنه صلوات الله عليه أنه لو كشف الغطاء في تلك المرحلة وبين نفاق أبي بكر وعمر، هو يقول عليه الصلاة والسلام ما مضمونه: إذن لارتد عني أكثر أهل عسكري. فهذا إذن مما ينافي ذاك، مما ينافي الفرضية الثانية أو الاحتمال الثاني. فإذا لا الاحتمال الأول يمكن الركون إليه، وإن كان هو من ناحية الاحتمال احتمالا ربما يكون الأمر هكذا، ولا الاحتمال الثاني كذلك يمكن الركون إليه. فلا بد من المصير إذن إلى الاحتمال الثالث، وهذا الذي نفصله هذه الليلة إن شاء الله تعالى. الاحتمال الثالث إخواني يرتكز على قراءة للرواية ذاتها، ولكن على الضبط الذي ضبطه العلامة المجلسي عليه الرحمة والرضوان في بحاره. العلامة المجلسي نقل هذه الرواية عينها عن رجال الكشي، ولكن نجد اللفظ فيها مضبوطا على نحو آخر خلاف النسخة التي بين أيدينا من رجال الكشي. ما الذي في النسخة المطبوعة اليوم من رجال الكشي؟ الرواية هكذا: كان علي بن أبي طالب، هاي الرواية رقم 11 تذكروا سجلتم أنتم، كان علي بن أبي طالب عليهما السلام عندكم بالعراق يقاتل عدوه، وعنده أصحابه، وما كان منهم 50 رجلا يعرفونه حق معرفته، وحق معرفته إمامته. المفهوم من هذا أن الإمام أولا ينفي وجود أكثر من 50 يعرفون أمير المؤمنين حق معرفته، ثم يستأنف بجملة جديدة مبينا ما معنى حق معرفته، فيقول: وحق معرفته إمامته، أي أنه ما كان هنالك 50 رجلا يعتقدون بإمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أنه إمام مفترض الطاعة. كيف كانوا يعتقدون به إذن؟ ما اعتقادهم فيه؟ اعتقادهم فيه كاعتقادهم في عثمان، كاعتقادهم في أبي بكر وعمر، خليفة راشد بقولتهم.
مو أكثر من هذا، لا أنه معصوم، لا أنه حجة لله، لا أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أنه إمام مفترض الطاعة، إلى غير ذلك مما هو حق معرفته. هكذا يفهم من الضبط الذي في النسخة المتداولة اليوم أو المطبوعة اليوم من رجال الكشف. ولكن في ذلك الزمان، في زمان العلامة المجلسي، العلامة كانت نسخة رجال الكشي بين يديه ونقل عنها، ولكننا وجدنا حرفا واحدا ناقصا في الرواية ذاتها التي نقلها العلامة المجلسي عن رجال الكشي، حرف واحد يغير المعنى. لنلاحظ هذا الضبط عند العلامة المجلسي. هذه الرواية تجدونها في البحار في المجلد 42 الصفحة 152، يقول رجال الكشي: ذكر هشام عن أبي خالد الكابولي، طبعا العلامة يخلي رمز كش يعني رجال الكش، عن أبي خالد الكابولي عن أبي جعفر عليه السلام، كان علي بن أبي طالب عليهما السلام عندكم بالعراق يقاتل عدوه ومعه أصحابه، وما كان فيهم 50 رجلا يعرفونه حق معرفته. هنا لاحظ الاختلاف، وحق معرفة إمامته وليس وحق معرفته إمامته، لا، وحق معرفة إمامته. فقط الهاء هنا غير موجودة، هناك موجود معرفته، هنا في البحار الموجود معرفة فقط بلا هاء الضمير. فإذا يكون المعنى ها هنا ما هو؟ ما الذي نفهمه هنا؟ أنهم ما كانوا يعرفون أمير المؤمنين حق معرفته وحق معرفة إمامته، فهم معتقدون بالإمامة لكن ما يعرفون حقها، بخلاف المفهوم أو المعنى من مما في رجال الكشي حسب النسخة المتداولة. فالمعنى هناك أنهم أصلاً ما كانوا يعتقدون بإمامته وأن ذلك هو حق معرفته، لكن هنا يعتقدونهم لكن اعتقادهم ضعيف. يمكن للمرء أن يكون معتقداً بالأئمة عليهم الصلاة والسلام أنهم أئمة ومعصومون ومنصوبون من الله ورسوله صلى الله عليه وآله، معينون من الله ورسوله صلى الله عليه وآله، مفترضة طاعتهم، ولكنه مع كل هذا الاعتقاد لا يعرفهم حق معرفتهم، معرفته إياهم ضعيفة، اعتقاده فيهم ضعيف. هذا ممكن يصير؟ نعم ممكن. ومن جملة الشواهد عليه خبر معتبر مروي في الكافي الشريف لثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه بسنده عن الثقة ضريس الكناسي. ضريس ابن عبد الملك ابن أعين الكناسي، ثقة خير فاضل. هذا الرجل يقول، هذا الخبر في الكافي الشريف في الجزء الأول الصفحة 261، يقول: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، الإمام الباقر،
وعنده أناس من أصحابه. الإمام جالس ويتكلم مع جماعة من أصحابه. عجبت من قوم يتولون ويجعلون أئمة ويصفون أن طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هؤلاء اعتقادهم ماذا؟ سليم، معتقدون بالإمامة ويقولون إمامة مفترضة الطاعة، مع ذلك الإمام يتعجب منهم، يقول عجبت من قوم. طيب ليش؟ ما هو الخلل فيهم؟ عجبت من قوم يتولون ويجعلون أئمة ويصفون أن طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يكسرون حجتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم فينقصون حقنا ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا. يقول أنا أتعجب من هؤلاء، يقولون إحنا أئمة ومفترضو الطاعة، ولكن بعد ذلك يكسرون حجتهم أمام المخالفين ويخصمون أنفسهم، للمخالف أن يخصمهم. بماذا؟ بضعف قلوبهم فينقصون أو ينقصون حقنا. شلون؟ والمشكلة أنه مو فقط، ليس فقط ينقصون حق الأئمة عليهم السلام، وإنما يتوجهون إلى ذاك الذي عرف الأئمة حق المعرفة وسلم لهم تمام التسليم، فيعيبون عليه اعتقاده، يقولون له مثلا أنت مغالي، ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا. للعلم هذه نعمة عظيمة إذا رزقتها، أن تعرف الأئمة حق معرفتهم. إذا أعطاك الله عز وجل هذا البرهان فاسجد شكرا لله عز وجل. ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا. طيب ما هو الموضوع؟ ما الذي كانوا يفعلونه أو يعتقدونه مما أنقص حق أهل البيت؟ ما بلغوا الدرجة الرفيعة في معرفتهم؟ الإمام يذكر القضية، يقول أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم؟ جماعة ممن كانوا يسمون أنفسهم شيعة في زمان الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، يقولون الأئمة معصومون، ويقولون معينون من الله ورسوله ومفترضو الطاعة، لكنهم مع هذا يعيبون على من يقول إن الإمام عنده خبر السماوات والأرض، يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. كانوا يظنون في الأئمة أنهم مجرد علماء لديهم علوم خاصة موروثة من رسول الله صلى الله عليه وآله، ومحفوظون ومسددون من الله عز وجل، لا أكثر من هذا.
لا أنهم مثلا يعتقدون يعلمون بما هو كائن إلى يوم القيامة، كانوا يعتبرون ذلك غلوا، وكانوا يعيبون على من يعتقد بذلك مثلا من الشيعة، مثلا من أهل الكوفة، يقول لا تعتقد الاعتقاد. فالإمام يقول: أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض؟ يخفي عنهم الغيبيات؟ إذن كيف قد افترضت طاعته؟ ويقطع عنهم مواد العلم، يعني العلم الذي يمدون به، إمداد يصير، يقطع عنهم هذا العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم. دريس يقول، لا تنسون هذا كان الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في وسط جماعة من أصحابه، أحد هؤلاء الأصحاب حمران بن أعين، أيضا ثقة جليل معروف، يقول: فقال له حمران: جعلت فداك، أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام وخروجهم وقيامهم بدين الله عز ذكره، وما أصيبوا من قتل الطواغيت إياهم والظفر بهم حتى قتلوا وغلبوا. أنت تقول عندهم الغيبيات، الله ما يقطع عنهم خبر السماوات والأرض، إذن لابد لا محالة أن يكونوا عالمين بما قد يصيبهم. يعني علي بن أبي طالب عالم في ليلة 19 من شهر رمضان أن عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله سيأتي ويقتله. الحسن عليه السلام عالم بأن جعدة بنت الأشعث ستدس إليه السم بأمر من معاوية لعنة الله عليهما. الحسين أيضا عالم لما توجه إلى كربلاء أنه سيقتل. طيب إذا كانوا يعلمون بهذه الأمور، لما لم يحتاطوا، لما لم يدفعوا عن أنفسهم قتل الطواغيت إياهم؟ أليس دفع المكاره واجبا؟ نعم، واجب علي أنا وأنت إن علمنا، لا على المعصوم الذي له تكليف خاص، له تكليف خاص أن يسلم أمره لقضاء الله وقدره. وإلا إشلون الله مقدر، الله قضى عليه أنه لابد أن يقتل بهذه القتلة، وهو يريد أن يدفع قضاء الله؟ أيستطيع مخلوق أن يرد قضاء الله عز وجل؟ فهو إذن مكلف بأنه مع علمه بذلك انكشفت له صفحة القضاء والقدر بأمر الله عز وجل، علم بالأمر لكن لا حق له في أن يعاكسه ولا يستطيع أن يعاكسه. حمران يتساءل هذا التساؤل، فبماذا يجيبه الإمام عليه السلام؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: يا حمران، إن الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك عليهم وقضاه من القضاء وأمضاه وحتمه على سبيل الاختيار، حتى لا يتوهم أحد أنهم كانوا ماذا؟ مجبورين، فتنشأ شبهة الجبر. لا، الإمام مو مجبور، قادر على المخالفة لكنه لا يخالف لأنه ماذا؟ معصوم، لا يخالف قضاء الله ولا قدره. وهنالك لفظ آخر للرواية فيه أنه حتمه على سبيل الاختبار لا الاختيار. شوف هم أيضا، شوف حرف واحد يبدل المعنى، على سبيل الاختبار، يعني الله يريد أن يختبرهم، يختبر طاعتهم، يختبر صبرهم.
ثم أجراه. فبتقدم علم إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله قام علي والحسن والحسين عليهم السلام، يعني نهضة أمير المؤمنين، نهضة الحسن، نهضة الحسين، ما قاموا به من وظائف وأعمال في حياتهم وفي فترات إمامتهم، كل ذلك كان بتقدم علم إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله مبين لهم عن الله جل جلاله أنه أنت يا أمير المؤمنين هكذا تقوم، ستخرج عليك عائشة، هؤلاء هم الناكثون، وأنت ستقاتلهم، وأرجع عائشة إلى المدينة، وكذا وكذا افعل، اضربها واضرب أصحابها كما في الرواية الشريفة. ثم بعد ذلك سيأتي دور القاسطين، سيقومون ضدك، وبعدين هم في نهاية المعركة سوف يرفعون المصاحف خدعة، وأنت عليك أن تفعل هكذا، وبعد ذلك سيخرج عليك الخوارج وعليك أن تقاتلهم. ونفس الشيء بالنسبة إلى الإمام الحسن عليه السلام، عليك نتيجة أن تصالح معاوية أو تهادنه. بالنسبة للحسين عليه السلام كذلك، أنت عليك أن تذهب لكي تستشهد. كل ذلك مخطط له منذ البداية، يعني ما قاموا بشيء يجهلونه ولا اجتهدوا في شيء. يعني الإمام المعصوم مو مجتهد ممكن يصيب أو يخطئ، ليس هكذا. الإمام المعصوم يطبق الخطة المرسومة الموكلة إليه من الله ورسوله صلى الله عليه وآله، بحذافيرها، بكل جزئياتها، بتقدم علم. كل هذا الأمر موجود عنده. وبعلم، يقول الإمام الباقر، وبعلم صمت من صمت منا. جاء علي بن الحسين صامت صلوات الله عليه، جاء الإمام الباقر صامت في بداية إمامتي ثم تكلم. من يصمت فهو بعلم، بأمر إلهي ونبوي. من يتكلم نفس الشيء، بعلم إلهي، بأمر نبوي، والعكس بالعكس. من يقعد مثل الحسن عليه السلام، قعد نتيجة، هذا بعلم، هذا كان تكليفه الشرعي من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عالم به قبل أن يقع له. ومن قام كالحسين عليه السلام، قام سوى ثورة، كذلك هو بعلم وبأمر إلهي نبوي. وكلاهما إمامان، قاما أم قعد، الحسن والحسين إمامان، قاما أم قعد، الحسن قعد، الحسين ماذا؟ قام. كلاهما إمامان، مفترضا طاعة. فالجماعة الذين كانوا يحسبون أنفسهم شيعة وما تحملوا قعود الحسن، وللعلم كان هنالك جماعة في زمان الحسين ما تحملوا قيام الحسين كذلك، وفصلت لكم هذا الأمر في الليالي الحسينية الماضية على ما أتذكر. يعني من الخطأ للعلم ترى دائما أنه الخطباء دائما يشيرون عادة إلى أنه الإمام الحسن حصل خذلان من أصحابه وما تحملوا صلحه أو مهادنته للطاغية معاوية، وجاءوا حتى بعضهم بقلة أدب ووقاحة قال له السلام عليك يا مذل المؤمنين، صحيح؟ ولا يركز في المقابل على أنه نفس الشيء وقع مع الحسين عليه السلام، أيضا جماعة وقفوا ضده وقالوا أنت تودينا للهلاك وتودي أهل بيتك للهلاك مع يزيد لعنه الله. وأسماء لامعة كانت يعني في الوسط الشيعي العام إنجاز التعبير، أسماء مثل من؟ مثل عبد الله بن عباس مثلا،
مثل محمد بن الحنفية، مثل عبد الله بن جعفر، كل هؤلاء اعترضوا على الحسين عليه السلام في بداية خروجه. لا هؤلاء فهموا التشيع جيدا ولا أولئك فهموا التشيع جيدا. معنى أن تكون شيعيا ما هو؟ مثل ما قال الإمام الباقر في نفس الخبر: ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا. تعرفهم تماما، عندك برهان حق المعرفة، تعرف مقاماتهم العالية، ومنها علمهم بالغيب بإذن الله وأنه لا ينقطع عنهم خبر السماء والأرض. والنقطة الثانية ماذا؟ والتسليم لأمرنا. معنى أن تعتقد بالتشيع هو أن تسلم تسليما مطلقا للإمام المعصوم. فإذا قام الإمام المعصوم بخطوة وأنت تجهل الحكمة من ورائها، خطوة غير مفهومة عندك، أنت ما قادر تستوعبها، ليش الإمام الحسن وقع اتفاقية سلام مع معاوية؟ ليش الإمام الحسين يخرج بعدد قليل في حرب غير تكافؤية على الإطلاق ونتيجتها محسومة سلفا؟ يعني قطعا سيراق دمه ودم من معه. ما الحكمة من وراء ذلك؟ وما الفائدة من وراء ذلك؟ ما تدرك أنت في البداية، أنت ما تعرف. عليك أن تسلم، بعدين ينكشف لك وجه الحكمة فيما بعد. أما من الخطأ أن تفترض أنك تستطيع أن تفهم كل ما يقوم به الإمام المعصوم. والأمر ترى الآن هم نفس الشيء، بعض الناس الجهل الذين حقا ما استقر التشيع في قلوبهم جيدا، وعمايم هلقد على رأسهم، يا ريت عوام الناس يجي بكل بساطة وبكل يعني برود أعصاب يضرب بروايات آل محمد عليه السلام عرض الجدار. ليش؟ أنه عقل الضعيف ما قادر يهضمها، يقول لا هاي روايات هذه ما نأخذ بها بهالبساطة. عنده إذا كنت شيعيا حقا تفترض الخلل في نفسك، تقول أنا ما قادر أفهم الرواية، أنا ما أفهمها جيدا، تتحرز تحتاط تتأدب مع ما أثر عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. تكليفك أنك إذا ما فهمت رواية، شنو تكليفك؟ ترد علمها إلى أهلها. أما مو تضرب بها عرض الجدار وتقول مكذوبة ومنحولة وما قال الأئمة هذا الكلام، بهالجسارة بلا ورع تأتي وتضرب روايات الأئمة عليهم السلام وتكذب بها. ما أدراك، ربما يأتيك عالم كبير يفهم، الله ينير قلبه، يعطيه برهان معرفتنا، برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا، فيشرح لك الرواية، يشرح لك. ما جاء هذا العالم، لا يأتي، ننتظر إمامنا عليه الصلاة والسلام يظهر يشرح لنا. أما أنه أنت تفترض أن كل شيء لم تفقهه أنت أو لا تعلمه أنت أو لم تدرك كنهه أنت أو الحكمة من ورائه أنت ترفضه، فهذا صار دينا مزاجيا. وإحنا ترى مشكلتنا لما نخضع الدين للمزاج، دائما عندنا هذه المشكلة سبحان الله، أن الدين نخضعه للمزاج. وهذا ترى فيه كلام طويل وعريض ما أقدر الآن أتوسع فيه، بس حقيقة ظاهرة مرضية سيئة جدا أبعدتنا عن روح الدين. بمعنى الكلمة أننا أخضعنا المفاهيم الدينية للمزاج، ويا ريت حتى المزاج الشخصي، عادة المزاج السائد،
المزاج السائد. يعني شنو أكو موضة الآن؟ ربما بعض الإشارات والأمثلة ذكرتها في تحرير الإنسان الشيعي إذا تتذكرون، أنه تصير أكو موضة معينة، مزاج عام سائد، مثلا قضية القومية مثلا، وصار هذا، فتجد جماعة من معممي الحوزة ومن الأكابر يفترض أن يكونوا تتحول لغتهم إلى لغة قومية، ويبدأون ينظرون للقومية باسم التشيع وباسم الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، حتى لما كانوا يصلون على النبي يتعمدون والصلاة والسلام على النبي العربي وآله الطاهرين، يعني يريد يأكد يعني النبي العربي، يعني قومية، ترى عرفت شلون، في قبال قومية الكرد، قومية الفرس، قومية الأتراك مثلا، قومية كذا، يريد يعتز يعني بالعنصر العربي مثلا. إذا صار هذه هي الموجة السائدة، تلاقي ماذا يتكلم؟ يخضع الدين لهذا المزاج السائد. جاءت موجة الشيوعية، كتب من كتب من حوزة النجف منظرا للشيوعية باسم التشيع، وجعلوا أبا ذر الغفاري أول شيوعي إسلامي. قال هذا شيوعك وتلميذ أمير المؤمنين، إذن الشيوعية لا غبار عليها، حتما أمير المؤمنين كان هو الذي ماذا يعني، هو الذي جاء بالشيوعية. يصير المزاج بعد ذلك مزاج ليبرالي، الليبرالية الإسلامية، ما سامعين عنها؟ احنا في فترة الجاهلية كان عندنا ترى ليبرالية إسلامية، بعدين الله الحمد لله شوية ساعدنا. احنا طبعا لا ننكر قضية، يعني نميل بلا شك إلى إعطاء الناس حقوقها، إلى حرياتها، لا إكراه في الدين إلى آخره، قد نتقاطع مع الليبرالية المعاصرة في كثير من الجزئيات، ونراها بمثابة مشتركات على الأقل في الأخلاقيات والسلوكيات العامة ونظم إدارة الدولة والمجتمعات، ولكن لا نتبنى الليبرالية المعاصرة بكل حيثياتها وتفصيلاتها بطبيعة الحال، ما نتبناها. بس الكلام هذا أنه كثيرين أخضعوا الدين للمزاج السائد، إذا المزاج السائد كان هو الليبرالية السائدة هذه، تلاقي هم يتمنطق بالمنطق الليبرالي ويمنطق التشيع بهذا المنطق. صار المزاج السائد بكري، يتمنطق بالمنطق البكري، أزهري، يخليه على المنبر، عمادة المنبر تصير ماذا؟ أزهرية، لكن بثوب شيعي، وهكذا. إحنا مشكلتنا أيها الإخوة لما نخضع الدين للمزاج السائد، ومن ثم إذا ما تصدى لهذه الموجة من تطويع الدين على المزاج السائد، لم يتصدى ثلة من العلماء المخلصين والمحققين والجاهرين بالحق الصادعين به، فشنو يصير؟ هذا المزاج السائد يترسخ، يصير جزء أصيل من الدين، وبعدين صعب أن ترده، خلص أصلا تصير القضية مسلمات، مثل ما إحنا عانينا في السنوات الماضية أنه قضية مسلمات صارت لا أصل لها، شاعت وراجت وتسولم عليها مع مرور الوقت، حتى ظن الناس أن لها أصلا عندنا، وما وليس لها أصل عندنا، بل الأصل على خلافه. وضربنا أمثلة إذا تتذكرون كثيرة، واحدة من هذا المثال البارز اللي دائما احنا نكرره، أنه الناس يعتقدون بالفعل، ترى هكذا الشيعة يعتقدون اليوم، أنه عندنا رواية، يعني رواية عن مثلا عن رسول الله، عن أمير المؤمنين، عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام،
أن أمير المؤمنين وظيفته كانت إرجاع عائشة معززة مكرمة إلى المدينة المنورة. هذا يقال على المنابر وعلى يمكن الفضائيات ما أدري، معززة مكرمة أرجعها إلى المدينة، يقول لك شنو؟ معززة مكرمة حفظا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبناء على القاعدة التي تقول لأجل عين ألف عين تكرم. صار هذا البيت شعر قاعدة. هو أصل البيت تدري شنو؟ فيا حميرة سبك محرم لأجل عين ألف عين تكرم. واحد عنده منظومة هكذا نظم مع الأسف الشديد وكتب هذا الكلام. محمد باقر الطباطبائي الحاصل ما لنا علاقة به. أما هذا صار شنو؟ قاعدة وصار مفهوم ديني، وصارت هذه الدعوة دعوة رائجة ومترسخة في النفوس، في حين أنك إذا ترجع إلى روايات آل محمد عليهم الصلاة والسلام تجد المسألة معكوسة تماما. ما أرجعها معززة مكرمة، وإنما أرجعها شنو؟ صاغرة راغمة خاسرة. وقال إنها لا تألو شرا، يعني لا تقصر في الشر أصلا، ما أكرمها. ناس تستدل بخبر أنه ليش إذن خلى معاها نساء تزينن، يعني من الزي تسربلن بسربال الرجال، نساء ملثمات وكذا بصورة رجال 40 امرأة مو هالشكل، فيقولون هذا الدليل على أنه يعني يريد إرجاعها معززة مكرمة. هذا جهل. أولا هذه رواية عامية، هذا أول شيء. ثانيا إنما فعل ذلك ليقطع عذرها، لأنه علم صلوات الله عليه أنها لما تعود ستقول هتك ابن أبي طالب ستري، أرسل معي الرجال، كأنه هي وهي طالعة ما كانت وسط الرجال وتتخالط مع الرجال، الآن صارت. فبعدين كشفنا عن وجوههن وأقنعتهن، قالوا إحنا ترى النساء بس لهذا الغرض، حتى لا تواصل الدعاية التحريضية والتعبئية ضد أمير المؤمنين عليه السلام، تعبوية ضد أمير المؤمنين فقط، ليس فيه دلالة على إكرامها. هذا إن سلمنا بالرواية أصلا. فشوف إخواني لما إحنا نجي نطرح هاي القضية الناس تتفاجأ، خطباء يتفاجئون. واحد من الخطباء المشهورين بلغ أحد الأخوة، هو بلغني قال لي أنا لما قرأت كتاب الفاحشة تبين عندي أنا كم مرة صاعد آلاف المنابر أنا صاعد أقول معلومات غلط. هذا إنه معززة مكرمة ما معززة مكرمة إلى غير هذا الحكي، تبين ما مو موجود في رواية أئمتنا عليهم السلام، بل العكس موجود، العكس موجود إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة. إحنا لما قلنا مثلا في إحدى المحاضرات أنه يا ناس رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لديه بنت واحدة، عند 4 بنات، زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة عليهن السلام جميعا. الناس حاربونا أصلا، قالوا أنت ترد روايات أهل البيت. روايات أهل البيت تقول بنت واحدة فقط، فاطمة الزهراء فقط، شنو هذا الكلام؟ الناس تتصور هاي روايات أهل البيت، والحال لما تكتشف أنه ماكو أصلا رواية واحدة عن أهل البيت تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان له بنت واحدة، بل كل الروايات عن أهل البيت تقول كان عنده 4 بنات، 4 بنات كان عنده. هذا من أين نشأ؟ هذا نشأ واحد إجا ألف كتاب مع الأسف الشديد، وكتاب مفتقر
للعمق التحقيقي والعلمي ومليان حسابات سخيفة ومليان استحسانات ليس فيه شيء، بعنوان بنات النبي أم ربائبه، هذا بس تلقاه الخطباء وفرحوا به على أساس اكتشاف عظيم أنه ترى البنات ربائب مو بنات، كراس من الكراسات اللي موجود اللي مبتلين بها وما أكثرها. فالناس فزعت، تصورت أنه لا، أكو إجماع أولا حسب دعواهم، أولا إجماع الطائفة، لأنه المشكلة دائما أصور أنا على أنه ماذا، خارق الإجماع. إحنا أهل الشذوذ يعني، إحنا الشاذين عن الإجماع، العلماء وكذا شوية يبحثون يكتشفون لا أكو إجماع ولا بالطيخ، وإنما الكلام أصلا كلام العلماء كلامنا في الواقع. بس شوية لو يتصفحون الكتب شوية فقط مو أكثر يعرفون الحقائق. مال يا أخي، أربع بنات كان عنده، سيدات طاهرات صلوات الله عليهن، كان لهن مظلوميات أيضا، زوجت بنت النبي إلى الطاغية عثمان. الإمام الصادق يوضح يقول مثل ما زوجت آسيا لفرعون، ابتلاء من الله عز وجل. الله ابتلى النبي، زوج بمن؟ بامرأة فاسدة. ابتلى بنت النبي، زوجها رجل فاسد، تتحمل. الله عز وجل هكذا حكمته في أوليائه، نعم هذا قضاؤه وقدره على أوليائه. وفصلنا الأمر في محاضرة يمكن ثلاث أجزاء، ما أتذكر، خمس أجزاء، خمس أجزاء، لا يمكن ثلاثة، كان ثلاث أجزاء، أي ثلاث. فالناس تستبشع ليش؟ لأنه صار مزاج عام أنه خلص بنت واحدة، بنت واحدة خلص. فلما تأتي أنت بشيء جديد ترجعهم إلى الأصول تتعب كثير، كثير تتعب. ليش؟ لأنه هذا المزاج ساد مدة 20 سنة 30 سنة مثلا، شب عليه الصغير، هرم عليه الكبير، بعد صعب تقتلع بعدين. لذلك إخواني، بمجرد ما تلاحظ، وأنا هنا ندائي لأهل العلم، طلبة العلم، المبلغين، الخطباء، ممن أنار الله برهانهم، يعني أعطاهم هذه المعرفة، يا أخي الكريم، هذا دين نحن مسؤولون عنه، بمجرد ما تلاحظ، بمجرد ما تلاحظ على جهة أو على شخص أنه بدأ يخضع الدين وحقائق الدين إلى المزاج السائد أو إلى مزاجه الشخصي، شن عليه حربا منذ البداية، قبل ما يتعاظم وقبل ما يترسخ في المجتمع، وبعدين ما تقدر بعدين تواجهه ولا تقدر تصلح المجتمع، خلاص يصير الداء أكبر من العلاج، يتسع الفتق على الراقع أو على الراتق، ما تقدر. ارجعوا بالزمن إلى سنتين إلى الوراء أو ثلاث، لما احنا تصدينا إلى هذا البالون، كثيرين لامونا، قالوا لا خطأ، هذا مو صحيح. كثيرين، أنا لا أتكلم ممن هم مع الجهة الأخرى، يعني لا أتحدث عما يسمى الحوزة الحكومية والاتجاه الحكومي اللي مع النظام في إيران، لا أتكلم عن الحوزة الأصيلة، الحوزة المعارضة، يعني منا وبينا، من جماعتنا، عرفتوا شلون؟ هؤلاء أنفسهم قالوا خطأ، لأن الرجل ماذا يتصدى، وما أدري يتصدى للمخالفين والوهابية ويدافع عن المذهب على تعبيرهم. إحنا قرأنا الأمر منذ البداية أن هذا ماض في اتجاه انحراف، لديه مشروع شخصي، هو مشروع الأنا، أنا ألف مرة يكرر أنا، وألف مرة يكرر بيني وبين الله، مو هالشكل؟
ها واقعا. يلا من البداية قرأناه شخصناه أنه هذا ماشي في مسار، المسار الذي يريد فيه أن يصعد بأي ثمن، شخص غير مؤهل ما عنده قابلية، أكثر من حجم أو حد أن يكون شارحا للمتون على علات شرحه، ما يقدر يعني ما يجي منه هذا، نعرفه زين مستوى يجي يفتح اللمعة يشرح كلش إذا صار كلش قوي يفتح الكفاية ويشرح، أكثر من هذا ما يجي منه. كوبي أند بيست، إي قص ولصق شوية من هذا شوية من هذا يصنع على فرد شيء يصير. أما أنه حقيقة محقق، حقيقة مجتهد، حقيقة يستطيع أن يجدد، هذه دعوة تضحك ترى، أن يكون هذا وأمثال مجددون، ما عنده هذه القابلية. فحينما يريد أن يصعد، يعني الشخص الذي لا يعرف حجمه ويريد أن يصعد ويكون مدفوعا من السياسة الإيرانية لتحطيم الحوزة الأصيلة الممثلة بالمراجع المعروفين العدول الأركان اللي موجودين في النجف في قوم، ويطرح كبديل، طبيعي أنه راح يخضع الدين كله، مو فقط لمزاجه ومزاج السياسة الإيرانية والمزاج السائد، بل يخضع الدين حتى إلى هواه ويتخذ إلهه هواه. وهذا اللي صار الآن، نفس هؤلاء الذين كانوا يلوموننا قبل سنتين أو ثلاث هم الآن نزلوا للميدان في مواجهته، ولكن بعد ماذا؟ بعد ما تعاظم أمره وكاد أن يكون الأمر بعد خراب البصرة. ليش من البداية ما سمعت الكلام؟ عادة الفرق بيننا وبين الآخرين هو هذا، نحاول نحاول، احنا مو معصومين، ما ندري ما نعرف الغيب ما هو، ولكن نحاول بس نشك، انا حتى ما اقول نتثبت، لانه صراحة في مثل واقعنا هذا المعاصر اختلاط الحق بالباطل يخليك حتى مجرد الشك ترتب عليه أثر شرعي في مواجهة بؤر الانحراف، يعني إذا تشك أصلا خلص ابني عليه إلى أن يظهر العكس. وفي هذا نصوص ترى عندنا عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أنه إذا فسد الزمان يعني حتى الشك ترتب عليه أثر. نعم وصلت إلى مرحلة يقين في شخص أنه هو بالفعل على الجادة على الصراط المستقيم، حين ذاك أيده. إحنا بدأ يصير عندنا، صار عندنا يقين بأفراد وبعدين انصدمنا بهم، بعد شلون إذا كان عندنا شك؟ ما نقدر نحمل على الخير في مثل هذا الزمان، ما نقدر، صعب. لا تثقن بأخيك كل الثقة فإن صرعة الاسترسال لا تقال، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول. صعب، أنت بس تشك حاول أن تأيد هذه الفتنة أو هذه البؤرة من بؤر الانحراف في مهدها قبل ما تتعاظم وقبل ما تكبر، وإلا نتعرض إلى حساب عسير يوم القيامة، وإمامنا يحاسبنا، إمامنا يحاسبنا. نرجع إلى الخبر الشريف. وبعلم صمت من صمت منا، ولو أنهم يا حمران، يعني الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الإمام الباقر يخاطب حمران يشرح له، ولو أنهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من أمر الله عز وجل وإظهار الطواغيت عليهم، يعني انتصار الطواغيت عليهم الانتصارات العسكرية على الأرض، ثم كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم، عفواً
ولو أنهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من أمر الله عز وجل وإظهار الطواغيت عليهم سألوا الله عز وجل أن يدفع عنهم ذلك وألحوا عليه في طلب إزالة ملك الطواغيت وذهاب ملكهم إذن لأجابهم ودفع ذلك عنهم، ثم كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد، وما كان ذلك الذي أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها، ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوها، فلا تذهبن بك المذاهب فيهم. كلام الإمام واضح بعد، ما أشرحها، قدمنا هاي الرواية من ذي قبل. يعني المنزلة التي يريد الله عز وجل لهؤلاء الأولياء المعصومين عليهم الصلاة والسلام أن يبلغوها لا تتم إلا بأن يجري عليهم قضاء فيه اضطهاد لهم من قبل طواغيت عصرهم، يقتلون، يشردون، يذبحون إلى غير ذلك، لا يبلغون هذا المقام إلا بهذا. وإلا لو افترضنا أنهم سألوا الله عز وجل لأجابهم إلى ذلك، ولرأيت ملك الطواغيت كسلك منظوم فيه خرزات وكذا انقطع فتبدد بنفس اللحظة، كله انهار راح. لكن لا يفعلون، لا يدعون الله بذلك، لأن دعوتهم حينئذ تكون معاكسة لما علموه من قضاء الله وقدره، لا يفعلون. الشاهد من هذا الخبر ما هو أيها الإخوة؟ أنه يمكن أن يكون المرء معتقدا بالإمامة، أي معتقدا بأن هؤلاء الاثني عشر مثلا أئمة مفترضو الطاعة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله مفترض الطاعة، لكنه مع ذلك لا يعرفهم حق معرفتهم وحق معرفة إمامتهم في جانبين مهمين عادة ما وقع فيه الكثيرون وإلى زماننا. الجانب الأول ما يتعلق بحقائقهم الشخصية، هل لهم الولاية التشريعية أم ليس لهم، هل لهم الولاية التكوينية أم ليس لهم، هل لهم الاطلاع على الغيب أم ليس لهم، هذه مقاماتهم، فضائلهم، ما حباهم الله عز وجل به وأعطاهم إياه من الخوارق. كثير من الناس لا يحتملون ذلك، يقولون لا الإمام ما يعلم الغيب. نقول له بإذن الله، كل شيء بإذن الله، في القرآن، في القرآن يثبت الله عز وجل أن أولياءه يعلمون الغيب بإذنه، يثبت أنهم يحيون الموتى بإذنه، كل شيء إذا كان بإذن الله عز وجل فلا حرج فيه إن اعتقده المؤمن. البعض مع هذا لا يقبله، نزعة بكرية هكذا، ما يريد يقر. هذا الجانب الأول الذي سقط فيه الكثيرون، أو الاختبار الأول. والاختبار الثاني التسليم، برهان حق معرفتنا، هذا الأول. الثاني ما هو؟ التسليم لأمرنا، يعني يكون معاصرا للمعصوم عليه الصلاة والسلام مثلا، ويجد المعصوم يأمر بأمر ما ينفذ. لماذا؟ لأنه لا تهضمه نفسه هذا الأمر، ولا يستوعبه عقله، وغير قادر على أن يفهم أو يقف على وجه الحكمة فيه فيمتنع.
هذا الذي كان يعاني منه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الاحتمال الأرجح عندنا، المرتكز كما بينا على ضبط الرواية على ما نقلها العلامة المجلسي من الكشي. لا وما كان فيهم 50 رجلا يعرفونه حق معرفته. يقولون أنهم شيعة، لكن ما هو اعتقادهم في علي بن أبي طالب؟ على الحد الأدنى إمام، بس تسألهم كان يأتيه خبر السماء يمده الله عز وجل بالعلوم بالغيبيات؟ يقول لا، شنو هو نبي؟ ما يقبل. فإذا ما عنده حق المعرفة، عنده معرفة فقط. يقول إمام. وقسم منهم، وأنا كما قلت لا أريد أن أتوسع أكثر، لكن مضطر أن أبين صدمات، خلي تصير صدمات، الله يعيننا. قسم منهم كانوا مع كونهم معتقدين بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كانوا يتأثمون من أن يبرأوا ممن تقدمه، ويقفون عند حد تخطئتهم، يعني نزعة بترية، نزعة من نزعات البترية القديمة. من هؤلاء من؟ أقول له ما أقول؟ المختار الثقفي. المختار، وأنا كما بينت أكثر من مرة متوقف في أمر المختار، أنا متوقف، ولكن عندي قدر متيقن أنه كان في زمان أمير المؤمنين وزمان الحسن، ولعله شطر من زمان الحسين عليه الصلاة والسلام، ذو نزعة بترية. عندنا نصوص عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ارتكزوا عليها، أنه كان يشك في من تقدم على أمير المؤمنين. شنو معنى كلام الإمام يشك؟ يعني يشك هل بالفعل أبو بكر وعمر كما هو شائع في وسط الشيعة أنهم كافران، كافر من أحبهما كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام؟ لو هذه مبالغة، غاية ما هنالك أخطأ في بعض الأمور، تقدما على أمير المؤمنين ما كان ينبغي أن يتقدما عليه، وإلا هما مسلمان مؤمنان، عندهم أخطاء غاية ما يقال فيهما أنهما فاسقان مثلا، مثل أي واحد يرتكب محرمات يفسق، الإنسان إذا يرتكب محرم يفسق، يتوب يرجع إلى العدالة والإيمان، يرتكب محرم ثاني أم مرة أخرى يفسق. هو شنو أصلا الفسق؟ شنو هو الميل عن الجادة؟ هذا معنى الفسق، فسق عن كذا، صار واضح؟ فالفاسق يقال له فاسق من هذه الجهة أنه ارتكب محرما. فيقول أنا ألتزم وياكم أنهما فاسقان، بعد شو تريدون أحسن من هالشكل؟ بس ليش نبرأ؟ إحنا ما نقدر نبرأ إلى الله من الفاسق، تدري لو لا؟ الفاسق مسلم مؤمن لكنه فاسق، الله يعاقبه يحاسبه، ممكن آخر شيء الله يتداركه برحمته يدخل الجنة يغفر له الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به فقط. فقط الله عز وجل لا يغفر ذنب الشرك. زين، هنا واحد قد يقول خلص، إذن الذين يعتقدون بإمامة أعداء أهل البيت ما أشركوا بالله؟ نقول لا، في روايات نبينا الأعظم وآله الأطهار عليهم الصلاة والسلام أن الشرك في الإمامة والنبوة على حد الشرك بالله. يعني
إذا واحد يقول أنا ما لا أشرك بالله، أنا موحد، أنا أقول الله واحد ليس له شريك، ولكن عندي أن مع محمد صلى الله عليه وآله شريك مسيلمة، وهذا كان اعتقاد جماعة مسيلمة، أتباع مسيلمة ما نفوا نبوة رسول الله للعلم ولا كذبوا القرآن، كانوا يعتقدون برسول الله ويعتقدون بالقرآن، غاية ما هنالك أشركوا مع رسول الله نبيا جديدا بشهادة بعض من يسمونهم الصحابة، قالوا إنه إيه إحنا سمعنا النبي يقول النبي من بعد مسيلمة، صدقوهم، وأشركوا مع القرآن كتابا مخترعا جاء به من مسيلمة، بس هذا ذنبهم. يعني إذن هم موحدون، يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، وكان هذا أذانهم ترى، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن مسيلمة رسول الله، هكذا كان. يقبل منهم الإسلام؟ لا، ما أشركوا بالله. لماذا؟ الله يغفر كل شيء إلا أن يشرك به. زين، ما أشركوا بالله، ممكن الله يغفر لهم؟ لا. ليش؟ لأنهم حيث أشركوا بالنبوة فهذا الشرك في النبوة على حد الشرك بالله، فكذلك الشرك في الإمامة على حد الشرك في النبوة على حد الشرك في الله، كما قال زين العابدين صلوات الله عليه يعني. لما جاءه ذلك الرجل، أكثر من مرة نقلت لكم، وقال لواحد يعتقد بالله وبالنبي صلى الله عليه وآله لكن ما يبرأ من أعداء علي عليه السلام، ويقول لا أدري الحق مع من، مع علي أم مع أبي بكر، من الإمام الأول ما أدري، أنا تارك القضية، مو مسؤول، أنا مو وظيفتي أبحث في الموضوع، المهم عندي الشهادتين وكافي. الإمام قال ما يقبل منه، حالة مثل حال الذي يقول لا أعلم الحق مع محمد أم مع مسيلم، بس المختار هكذا كان، كان عنده شك القدر المتيقن عندي في الحقبة الأولى، ما أدري بعدين تاب صلح إيمانه ما صلح الله العالم، التعارض عندي يعني كثير ما قادر أجمع بين الأمرين فمتوقف الله العالم، لكن عموما ما كان من هؤلاء الذين رزقهم الله وأعطاهم برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا، ما كان بهذا المستوى أبدا. ولذلك عندنا في الروايات عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ما مضمونه، واحد يسأله وين المختار الآن، يقول في النار، ولكن الإمام يستدرك، أولا يسأل السائل أنه لماذا، مضمون الرواية أنقلها، يقول لأنه كان في قلبه شيء منهما، يعني من أبي بكر وعمر، يعني عنده شوية شك، والله لو أن ميكائيل وجبرائيل كان في قلبيهما شيء منهما لأكبهما الله على منخريهما في النار. أنت تكليفك شرعا لابد تبرأ من أبي بكر عمر عثمان عائشة أعداء الله ورسوله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بعدين الإمام يستدرك يقول يوم القيامة سترون، حسب هذه الرواية أن الإمام الحسين عليه السلام يكون موجود يوم القيامة، المختار يصيح من جهنم يقول يا رسول الله أنجدني، النبي ما ينجده، ما يدير لبال، يا أمير المؤمنين ما يدير لبال، يا فاطمة الزهراء ما تدير لبال، يا أبا محمد الحسن ما يدير لبال، إلى أن يقول يا أبا عبد الله الحسين، فرسول الله يلتفت إلى الإمام الحسين يعطيه إذنا، يعطيه إذن أن يشفع له، يقول لقد أقام الحجة عليك، لأنه المختار لما يصيح باسم الحسين عليه السلام يقول يا أبا عبد الله الحسين أنا قاتل أعدائك، يعني هذا ما يشفع لي، هسه صحيح أنا عندي شيء تجاه أبي بكر وعمر مثلا ما كنت أبرأ منهما تمام البراءة، لكن بالنتيجة أنا قمت بشيء يعني في الدنيا تجاه أعدائك،
فرسول الله يلتفت إلى الحسين يقول قد خصمك أو قد أقام الحجة علي. فالحسين عليه السلام يدعو الله عز وجل فيخرج من النار، يخرج المختار من النار. أما الرواية ما تقول أنه يوضع في الجنة، التفت، ممكن يعلقوه بالوسط بالأعراف مثلا، يعني ما ندري، احنا ما نعرف. انا بس اريد ان اوصل لكم مفاهيم، وان شاء الله لا افهم خطأ، لانه مشكلتي مع الناس افهم دائما خطأ. اريد بس اوصل مفهوم ايها الاخوة، انه ترى هذا الدين يحتاج من عندنا احتياط شديد في العقيدة، ليكون لا سمح الله ننجرف وراء المزاج السائد. المزاج السائد هم يقول لك المختار هو المختار، عرفت شلون؟ يلطميات على قولتك، انه يلطمون من اجله، صار رمز شامخ من رموز التشيع. شويه نتأنى، شويه نلزم بريك، ندير بالنا. لا انكر هنالك روايات، شوفوا لاحظوا، روايات تمدحه، هنالك روايات تذمه. عندنا روايات الامام يترحم عليه، عندنا روايات تقول هو في النار، انه كان يشك في البراءه من الطاغوتين أبي بكر وعمر. عندنا تعارضات. أنت حاول أنه لا تتهور، يعني لا تروح زايد، مثل ما احنا نقول لا تروح زايد، تأنى، اصبر. إذا استيقنت تولى، إذا استيقنت ابرأ. ما عندك يقين، خلك أنت متوقف، خلص، خلي نكون محتاطين على ديننا تجاه الرجال، تجاه المفاهيم الدينية. لن ننخدع بكل أحد، خلي نحاول شوية نحتاط في ديننا حتى ننجو. أمامنا جنة ونار، مو مسألة بسيطة، يعني ما تسوى واحد يأخذ بالمزاج السائد وبعدين يتورط. مو حجة هاي المزاج السائد، يوم القيامة الله يحاسبه يقول لك ليش أنت تعتقد هذا الاعتقاد مثلا، أو ليش أنت شوفوا مسائل، لأنها مسائل خطيرة هذه. أنت يوم القيامة شو تسوي إذا أنت متبني هاي المقالة اللي سامعها من واحد خطيب ما يفهم، اللي معتمد على كتاب واحد هم ما يفهم، اللي يقول لك أنه بنات رسول الله مو بناته؟ يوم القيامة أنت تخاصم، شو تجاوب؟ يعني مسألة نفي النسب سهلة بسيطة هذه؟ الآن إذا امرأة علوية، أنت بناء على بعض الشكوك تقول لها أنت مو بنت رسول الله، شو يصير بك يوم القيامة؟ امرأة علوية الآن بينها وبين رسول الله 20 جد 30 جد، زين؟ تقول أنت مو بنت رسول الله، حرام، ما تقدر تنفي النسب بهذه البساطة. فكيف بابنة رسول الله مباشرة، ما بينها وبين النبي شيء، ماكو واسطة بينها وبين النبي، ابنته، بناء على بعض التقريبات والاستحسانات والحسابات، تواريخ جاي تقول هاي مو بنته، ربيبته. زين، هذه يوم القيامة تخاصمك. 3 سيدات طاهرات يوم القيامة يخاصمنك، والله يخاصم، وأبوهم رسول الله يخاصمك. ما هي حجتك؟ تقول المزاج كان هكذا، المزاج السائد كان هكذا، هالشكل سمعنا، هالشكل كان شائع. هذه مو حجة، هذه ليست بحجة شرعا. من يقتل الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام؟ شو تقولون أنتم؟ يقولون دائما امرأة يهودية، مو هالشكل؟ ماكو رواية في ذلك، لا توجد رواية عن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام في ذلك. واحد أثر هكذا، واحد كاتب ما أدري منين، أنه هالشكل موجود. رواية بأركان الرواية عن الإمام المعصوم عليه السلام أن الحجة ابن الحسن ستقتله امرأة يهودية لا يوجد، لم نر. ليش واحد يحمل هكذا اعتقاد؟ عليكم السلام. إلى غيرها من أمور. كل كلامي أيها الإخوة أن علينا أن نتثبت، نحتاط، لأنه قد نحاسب يوم القيامة. أمامنا حساب فيما نتبناه من عقائد،
ما نتبناه من مفاهيم، ما نتبناه من مواقف سواء إيجابية أو سلبية تجاه الشخصيات الغابرة أو الشخصيات المعاصرة. أنت دائما حاول أن تعمل بالاحتياط، الاحتياط سبيل النجاة. واحد يدير باله على دينه. فالشاهد ما كان فيهم 50 رجلا يعرفونه حق معرفته، فإذا كان عندهم معرفته صلوات الله عليه فقط، الحد الأدنى إمام، إمام مفترض الطاعة، يلا مفترض الطاعة. أما أكثر من هذا من كمالاته صلوات الله عليه، أن لديه ولاية تشريعية، ولاية تكوينية، أن لديه معجزات خارقة للعادة، أنه مطلع على الغيب، أنه يأتيه خبر السماء، أنه كان محدثا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحدثه الملائكة، أنه كان يعلم علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. جل أهل الكوفة الذين كان يطلق عليهم أنهم شيعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما كانوا على هذا الاعتقاد. تشيع ضعيف، تشيع مقصر، هذا الأول. الأمر الثاني، وحق معرفة إمامته. إحنا قلنا عندهم معرفة الإمامة، إذن ما معنى حق معرفة إمامته؟ يعني التسليم لأمرنا كما يقول الباقر عليه السلام. أنت ضم الروايتين مع بعض تفهم المعنى. تلك رواية عن الباقر في الكشي، نقلها العلامة المجلسي في البحار، هذه أيضا رواية عن الباقر في الكافي، وأيضا نقلها العلامة المجلسي في البحار على ما ببالي. التسليم لأمرنا، هم يسمون أنفسهم شيعة كانوا في الكوفة، وأمير المؤمنين يدعو للجهاد، ولكن ما كان الكل يمتثل، ما كان الكل يسمع الكلام، ما كان الكل مستعدا لتنفيذ الأوامر فورا. زين، هذا يتنافى مع اعتقادك أنه مفترض الطاعة. إذا تقول علي بن أبي طالب مفترض الطاعة، فإذا أمر علي بأمر يفترض أن تمتثل فورا، ما تناقش أصلا، فضلا عن أنك ماذا تنكص أو تتراجع أو تتماهل، ما تناقش. كانوا يناقشون، كانوا يردون الكلام على أمير المؤمنين عليه السلام، وهم يقولون نحن شيعة. فأي تشيع هذا؟ التشيع الفارغ من المحتوى، التشيع الضعيف. إذا أدركنا ذلك وكان تاما على هذا الفرض الثالث والاحتمال الثالث في التوفيق بين الخبرين، فنكتشف إذن مسألة بالغة الأهمية ومؤلمة كذلك للقلب جدا، وهي أية مسألة؟ أنه حتى شرطة الخميس الذين هم يفترض أن يكونوا الصفوة، بل صفوة الصفوة، كانوا على مستويات، على درجات. فإذا قسمتهم حتى تأخذ أصفى العناصر ممن وهبهم الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا، ما بلغوا 50. فيكون هذا هو معنى كلام الإمام الباقر عليه السلام، هكذا يكون معنى كلامي. يعني لما الإمام يقول كان علي بن أبي طالب عليهما السلام عندكم بالعراق يقاتل عدوه ومعه أصحابه، وما كان فيهم 50 رجلا يعرفونه، مو بس يعرفونه، يعرفونه حق
حق معرفته وحق معرفة إمامته، هؤلاء هم صفوة 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 صفوة، ما كان أكو بهذا المستوى، لم يكن عند أمير المؤمنين عليه السلام من هم بهذا المستوى. هذا الذي يفسر أنه كيف كان عنده 5,000 و6,000 من هذه الجهة معتقدون بإمامته وممدوحون، يقول الله سماكم شرطة الخميس على لسان نبيه صلى الله عليه وآله، لكن يا ترى 5,000 و6,000 سواء؟ أحسنتم، متفاوتون على مستويات. ولما يكون الأمر هكذا في المواقف الصعبة التي تتطلب عناصر من الطراز الأول، من ذولا اللي كانوا أقل من 50، ما كان هذا الطراز الأول موجود في 5,000 و6,000، كان موجود أقل من 50. شنو يعني الطراز الأول؟ وحتى هذا الطراز الأول بينه تفاوت، يعني خلوني أضرب لكم مثال. واحد من شرطة الخميس هذا، من هو؟ واحد من الأجلاء الأكابر العظماء الممدوحون على لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الممدوح على لسان أمير المؤمنين، الممدوح على ألسنة الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. واحد من شرطة الخميس الأركان هذا، من الحواريين الأصفياء، من؟ عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله تعالى عليه. احنا نتشرف بتراب رجلي ونعلي هذا الرجل حقيقة، نتشرف. هذا الرجل جعفر بن الحسين الحميري رضوان الله تعالى عليه يقول فيه، ولا شك أن هذه المقالة كانت مأثورة عن آثار بحوزته، أن عمرا كان لأمير المؤمنين كسلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف إيش قد مقام عالي، يعني سلمان منا أهل البيت، هذا يقول مثل كان بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، عفوا لأمير المؤمنين، مثل سلمان كان عمرو بن الحمق لأمير المؤمنين كسلمان لرسول الله صلى الله عليه وآله. شوف مقام جدا عالي. مقامه العالي هذا لعل مما جعله يبلغه أنه لم يكن رجلا دنيويا البتة، يعني كان معتقدا بأمير المؤمنين صلوات الله عليه ومتفانيا في نصرته لله فقط لا للدنيا، فعنده تسليم. لكن يا ترى هل عنده في تسليمه تلك الشجاعة، تلك البسالة، ذلك الإقدام المقرون ببرهان حق معرفتنا؟ كان قادر يفهم هذا المعصوم تمام المعرفة أم لا؟ رجل مثل عمرو بن الحمق الخزاعي، أمير المؤمنين كان يتمنى لو يكون في شيعته وأصحابه 100 مثله، ما عنده. فإذا هذا يعطيك أي دلالة على أنه 5,000 و6,000 ما كانوا بذلك المستوى، ما كانوا من مستوى عمرو بن الحمق الخزاعي، بحيث أن أمير المؤمنين يقول يا ريت عندي مثلك 100، يعني إذن عنده مثله لكن مو 100، عنده يمكن 70، عنده يمكن 80 مثلا. فإذا صار عندنا مستويات، عندنا شرطة الخميس الآن، مو مشكلة نقول ذولا أصفياء مخلصين لا بأس، ولكن أكو درجة أعلى وهي درجة عمرو بن الحمق الخزاعي. مثل عمرو بن الحمق الخزاعي هذه الدرجة ما عندنا منهم، من هذول بالآلاف، 5,000 و6,000 ما عندنا منهم 100. اقرأوا في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد عليه الرحمة،
الصفحة 14. يروي هذه الرواية عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه رفعه قال: قال عمرو بن الحمق الخزاعي لأمير المؤمنين عليه السلام: والله ما جئتك لمال من الدنيا تعطينيه، ولا لالتماس السلطان ترفع به ذكري. يعني شنو؟ يقول شوف أنا ترى ما جئتك أبايعك وأنصرك من أجل فلوس، تعطيني فلوس، ما أريد من عندك فلوس، ولا أريد منصب، منصب سلطاني يعني منصب حكومي ترفع به ذكري، أنا مو جاي لهذا، لا للمنصب ولا للمال، إلا لأنك ابن عم رسول الله صلوات الله عليهما، وأولى الناس بالناس، وزوج فاطمة سيدة نساء العالمين عليه السلام عليها السلام، وأبو الذرية التي بقيت لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأعظم سهما للإسلام من المهاجرين والأنصار. يقول أنا لهذه الصفات جئتك، أنت ابن عم رسول الله، أولى الناس بالناس، حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، زوج فاطمة، أبو الذرية، ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعظم سهما للإسلام من المهاجرين والأنصار، أنا لهذا الشيء جئتك ومستعد كل شيء أسوي، والله لو كلفتني نقل الجبال الرواسي ونزح البحور الطوامي، البحور الممتلئة، تكلفني تقول أنت عليك هاي الجبال تنقلها تفتتها، قد لازم يشتغل حتى يفتتها، وين أصلا يقدر، ونزح البحار، تعال انزح البحار الطوامي، هم مو أي بحار، البحار هذه أنزحها أوديها من هنا إلى هناك، والله لو كلفتني نقل الجبال الرواسي ونزح البحور الطوامي أبدا حتى يأتي علي يومي حتى أموت وفي يدي سيفي أهز به عدوك، وفي لفظ آخر أهزم به عدوك، وأقوي به وليك، ويعلي به الله كعبك يعني شرفك ومجدك، ويفلج به حجتك يعني يجعلك تظفر وتفوز في حجتك، تنتصر في حجتك، ما ظننت أني أديت من حقك كل الحق الذي يجب لك علي. الله أكبر. يقول له أنا تكلفني بكل هذا والمهم يكون عندي سيف أهز به عدوك، أنا أريد ماذا، أقاوم أعدائك وأحاربهم وأنتصر به لوليك، وإلى آخره. لو كلفتني هذا وأنا مكلف طول حياتي أن أنقل الجبال الرواسي وأنزح البحور الطوامي أبدا حتى يأتي علي يومي، هم ما أديت حقك. هذا ارجع إلى كلام الإمام الباقر عليه السلام: يعرفونه حق معرفته، هذا يعرف حق معرفته، أما حتى في حق معرفته أكو تفاضل وأكو درجات في السلم، أكو درجات. لما عرض نصرته لأمير المؤمنين عليه السلام هكذا قال له أمير المؤمنين: اللهم نور قلبه باليقين واهده إلى الصراط المستقيم، ليت في شيعتي 100 مثلك، 100 في شيعتي، يا ريت أكو 100. أنت إذا تتعجب في زماننا هذا يقولون أنه معقول مع هالملايين ماكو 313 حتى إمامنا يظهر عليه السلام؟ نعم معقول،
أنت تعرف صفات الثلاثمائة وثلاثة عشر ما هي؟ مو أناس عاديين، أناس استثنائيين هؤلاء، أناس كزبر الحديد في الجلادة، في القوة، في الشجاعة، في الصبر، في رفع التقية للعلم. هذا من صفاتهم، هذا من صفاتهم. ليش؟ لأنهم مقبلون على حرب، الإمام يريد أن يحارب بهم. إذا يتقي يعني شو؟ يعني ما يحارب، قضية بدهية. فلازم يكون ماذا؟ موطن نفسه على ماذا؟ على رفع التقية، كما نقرأ نحن في شهر رمضان في أدعيتنا هذه: واجعلني اللهم ممن لا حاجة له إلى التقية من خلقك. هذا إحنا لو نتأمل في الأدعية التي أئمتنا تعبدونا بها نستفيد كثير من المفاهيم. حينئذ نعرف التقية الشرعية ما هي، يعني حتى في ظرف اللي أنت فيه في بحاجة إلى تقية، ترخص لك التقية، أنت تكليفك تسعى قدر المستطاع أن ترفع التقية عن نفسك، لا أن تستبقيها. وإلا شلون الإمام يقول لك ادعو هذا الدعاء: اجعلني اللهم ممن لا حاجة له إلى التقية من خلقك. يعني الإمام يحثك على أنه تدعو الله وتتحرك، مثل واحد يقول اللهم ارزقني، بس لازم تتحرك، مو قاعد بالبيت. فهنا نفس الشيء، الإمام يخليك تدعو هذا الدعاء حتى تلتفت إلى هذا المفهوم، أنه عليك أن تحاول قدر المستطاع أن ترفع التقية. الثلاثمائة وثلاثة عشر هكذا صفاتهم، وين نحصل هالشكل صفات؟ وين نحصل ثلاثمائة وثلاثة عشر بهالصفات؟ ثلاثمائة وثلاثة عشر عنصر: مخلص، مؤمن، متقي، متورع، مجاهد، صلب، جبل، لا يتقي، لا ينهزم، لا يضعف، ومستعد أن يسبح عكس التيار وأن يعادي الدنيا بما فيها من أجل الحجة ابن الحسن. وين؟ وين أكو مثل هذا هذه الصفات؟ أين؟ 313 دلوني عليهم، دلوني عليهم وأنا أقبل أياديهم وأرجلهم. هؤلاء هم قادة جند الإمام عليه الصلاة والسلام. 313 ما متوفر. بغير طعن بالآخرين، ولكن كما قلت هي قضية تفاضل، قضية درجات، منازل. يعني في الوقت اللي أمير المؤمنين عند شرطة الخميس، وما أدراك ما شرطة الخميس، اللي أنا وأنت نتمنى، وأنا شخصيا كم مرة دعوت أقول اللهم اجعلني من شرطة الخميس حقا، يا ريت إن كن من هؤلاء الذين تعاقدوا على المنية في الدفاع عن إمامهم والدفاع عن الإسلام. أمير المؤمنين عند من هؤلاء كان 5000 6000، لكن هذا سلم التفاضل والدرجات يجعل أن من صنف وكفاءة عمرو بن الحمق الخزاعي ليس فيهم 100 غير موجود. ليت في شيعتي 100 مثلك. وفي اللفظ الذي رواه نصر بن مزاحم في وقعة صفين ونقله عنه العلامة المجلسي في بحاره في المجلد 32 الصفحة 399، فيه أن أمير المؤمنين عليه السلام يدعو له قائلا: اللهم نور قلبه بالتقى واهده إلى صراطك المستقيم، ليت أن في جندي 100 مثلك. فقال حجر: إذن، شوف تعليق حجر ابن عدي حجر ابن عدي رضوان الله تعالى عليه، أنه كيف يعلق على كلمة عمرو بن الحمق الخزاعي وجواب أمير المؤمنين. الآن أمير المؤمنين جاوب، قال إذن ليت في جندي أو في أصحابي شنو؟ 100 مثلك. التقط الكلمة
حجر بن عدي، فماذا قال؟ قال: إذن والله يا أمير المؤمنين صح جندك وقل فيهم من يغشك. هذا وين؟ في صفين. قال يعني حجر يقول لأمير المؤمنين، يقول يا أمير المؤمنين لو احنا عندنا 100 مثل عمر، مثل عمر بن الحمق الخزاعي، صح جندك، صاروا ناس أوادم وقل فيهم من يغشك. يعني شنو يريد يقول؟ يقول هذول كلهم غشاشين، كلهم يغشونك هذول الموجودين. جند مريض. منو كان جند أمير المؤمنين عليه السلام؟ 3/4 بكريين، ربع هم شيعة، فيهم الأحمق، فيهم الجاهل، فيهم غير ذي كفاءة، فيهم الجبان، فيهم من لا يعرف الإمام حق معرفته، عرفت شلون؟ فيهم من لا يعرف حق إمامته. ومن ذولا طلعوا خوارج بعدين. هذا اللي موجود. أمير المؤمنين كان يتألم من هؤلاء. إذن لو كان عندنا 100 من نموذج عمرو بن الحمق الخزاعي كان جند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جند يعني صحيح. فإذا عندنا منزلة شرطة الخميس، عندنا منزلة شوية أقوى، وهي منزلة ماذا؟ عمرو بن الحمق الخزاعي ما كان منهم 100. أكو منزلة بعد أقوى وأرفع، منزلة من؟ مالك. وما أدراك ما مالك؟ مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه. إذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يتمنى 100 من عمرو بن الحمق الخزاعي، فمن مالك الأشتر تمنى 2، بل تمنى 1. شوف ايش قد حتى نحاسب أنفسنا، نشوف إحنا وين. احنا ترى لما نتكلم احنا يمكن بيننا وبين شرطة الخميس، يعني المنزلة حتى نصل الى شرطة الخميس يمكن قدامنا 10 سنوات ضوئية يمكن. فوين بعد نصعد الى منزلة عمرو بن الحمق الخزاعي، الى منزلة هذول 50 اللي يحكي عنهم الامام الباقر يقول ما كان معاه حتى 50 على شيء، وبعدين نصعد؟ لا يعني بعد كلش يعني شايفين انفسنا نقول مالك، يعني نصير مستوى مالك الاشتر. وهل مثل مالك؟ هذا مو كلامي، كلام إمامنا أميرنا علي بن أبي طالب. تعال أنقل لك. وهذا لطيف المصدر هذا، هذه الرواية مروية عندنا، موجودة ترى، موجودة حتى مقاطع منها في النهج، موجودة في يعني هاي الرواية اللي سأنقلها لكم، ولكن أنا أتخير بعضا من المصادر التي قد تكون غير ملتفت إليها جيدا، كمصدر المعيار والموازنة لأبي جعفر الإسكافي اللي هو شيخ ابن أبي الحديد المعتزلي. هذا في كتابه في الصفحة 182 يقول: ذكروا أنه لما رجع من صفين، يعني أمير المؤمنين عليه السلام، وقرب من الكوفة، وكان هذا بعد يعني القبول بقضية التحكيم كما تعلمون، أمير المؤمنين مكرها قبل بالتحكيم وكف القتال بعدما رفع جند معاوية المصاحف بخدعة عمرو بن العاص لعنة الله عليهما، وحصل ما حصل كما تعلمون. أمير المؤمنين أخذ جيشه وقفل راجعا إلى وين؟ إلى الكوفة. لما قرب من الكوفة طبعا كان صاير ماذا؟ لغط كثير، قسم مع التحكيم اللي هم كانوا الخوارج في بادئ الأمر، وبعدين انقلبوا هم مرة أخرى قالوا حكم في دين الله الرجال ولا حكم إلا لله، وقلبوا ما يعجبهم العجب الخوارج، طبيعتهم هكذا لأنه نفوس مريضة وأبناء زنا معظمهم كانوا. قسم آخر لا كان متململ وضجر أنه ليش أمير المؤمنين قبل وليش ما واصل القتال، وطلعت إشاعة بالأثناء أنه مالك الأشتر من هؤلاء ما راضي أنه أمير المؤمنين ليش قبل بوقف القتال، كان يصر حتى لو تحدث فتنة داخلية في جيشه
يقاتلون على الجبهتين، جبهة خارجية اللي هي معاوية وأصحابه، وجبهة داخلية للخوارج، لأن الخوارج هددوا رفع السلاح، أحدقوا أصلا بأمير المؤمنين، قالوا إما تقبل بحكم القرآن يعني بالتحكيم، وإما إحنا نقاتلك الآن ونقتلك كما قتلنا ابن عفان، قضية هالشكل. فأرسل أمير المؤمنين 3 مرات إلى مالك أنه تعال. كان مالك على وشك باقي له ساعة ينتصر، واصل إلى خيمة معاوية، كل شيء راح ينتهي بعد. شوف سبحان الله الشيطان شلون الشيطان ذولا موسوس لهم، خليهم بآخر لحظة ما كملوا الطريق. ليش البارحة قلت لكم أنه مشكلتنا اللي ما يكمل الطريق للآخر، آخر ساعة ينسحب بحجة ما، صبروا ما قبلوا. فمالك رجع ويعض على يديه من الندم، متألم، بس واجب يمتثل لأمر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، واجب عليه. فطلعت إشاعة أنه مالك الأشتر راح ينشق عن أمير المؤمنين، ينشق عن جيشه، يأخذ معاه جماعة من أصحابه، هو قائد عسكري معروف وله هيبة وله كلمة نافذة، له ثقله، يأخذ معاه جماعة يواصلون القتال ويخلعون أمير المؤمنين عليه السلام أصلا، يعني يرفض أمر أمير المؤمنين، يقول لا أنا واصل القتال، ما لي شغل بالهدنة هذه ولا قضية التحكيم. يقول ذكروا أنه لما رجع من صفين وقرب من الكوفة لقيه عبد الله بن وديعة الأنصاري فدنا منه وسايره، ثم قال له علي ما سمعت الناس يقولون في أمرنا هذا؟ شنو دي يقولون؟ شنو الأخبار؟ شنو ردود فعلهم؟ قال منهم المعجب به ومنهم الكاره له، والناس كما قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين. فقال علي فما قول ذوي الرأي منهم، يعني العقلاء الكبارية شنو رأيهم يعني؟ قال أما قول ذوي الرأي فيقولون إن عليا كان له جمع عظيم ففرقه، ما عمل بالوحدة الإسلامية، فرق، وكان في حصن حصين فهدمه، ليش ما دار أصحابه جيدا وجعلهم يتشتتون وتختلف كلمتهم؟ هذا جيشه تفتتوا، فتت الجيش في معركة صفين، قسم قالوا احنا رأينا ان يوقف القتال، قسم قالوا لا احنا مع القتال، انخدعوا بقضية المصاحف الى غير ذلك من امور، فالجيش انقسم على نفسه. وكان في حصن حصين فهدمه، وحتى متى يبني ما قد هدم، يعني كم مرة دائما يهدم وبعدين يبني، ويجمع ما قد فرق، إلى متى؟ وكم نلام على هذا الأمر، الناس يريدون منا أن نعمل بسياسة معاوية مثلا، حتى المهم أن نجمع كيفما كان على الدنيا، هذا هو المهم، نبني كيفما كان، يعني يقول لك أنت المهم سوي فضائية وداري وأعطي هذا حجايتين يقبل وهذا حجايتين يقبل، حتى تجمع الناس حولك حتى لا ينهدم الموضوع، بعدين هم ما يتبرعون، بعدين كذا إلى آخره. هذا عينا هذا المنطق كان منطق الذين ما فهموا أمير المؤمنين عليه السلام، وكأن الإنجاز هو مجرد البناء ومجرد الجمع، هذا هو المهم، ليس هذا هو المعيار، وليس هذا هو النجاح، وليس هذا هو المهم، المهم أن يكون البناء على أسس صحيحة، المهم أن يكون الجمع على أسس صحيحة، وإلا إذا كان على غير أسس صحيحة فالفرقة خير من الجماعة والهدم خير من البناء، مو مهم. من يستوعب؟ من يستوعب منهج علي بن أبي طالب اليوم ممن يدعون أنهم شيعته؟ الله وكيلك ما مستوعبين،
شوف هذا المنطق اللي يواجه به أمير المؤمنين عليه السلام. يقولوا له إن عليًا كان له جمع عظيم ففرقه، وكان في حصن حصين فهدمه، وحتى متى يبني ما قد هدم ويجمع ما قد فرق؟ فلو أنه مضى بمن تبعه وأطاعه حين عصاه من عصاه فقاتل حتى يظفر أو يهلك كان ذلك هو الحزم. يريدون يعلمون أمير المؤمنين معنى الحزم شنو. يقولون أنت طلعوا عليك جماعة من جيشك وخليهم يطبهم مرض، خليهم يولون، روح مع أصحابك الذين يطيعونك، مالك وغير مالك وعمر وغير عمر، خليهم وياك وجمع الجيش من جديد وقاتل إلى أن تظفر، إلى أن تنتصر أو تهلك، يعني تستشهد. هذا هو الحزم. أما أنه خضعت لي ضغط هؤلاء الخوارج الذين قالوا لا حكم إلا لله، زين، فهذا كان خلاف الحزم، فرقت جماعتك وهدمت ما بنيت. فقال له علي أنا هدمت أمرهم أم هم هدموا، أم أنا فرقتهم أم هم تفرقوا؟ أنتم الذين هدمتم، أنتم الذين تفرقتم، ما أطعتم إمامكم، ماذا أصنع معكم؟ تريدون دينا على مزاجكم، تريدون تكليفا أنتم تحددونه لأنفسكم، ولا تريدون من إمامكم أن يحدد تكليفكم. لا رأي لمن لا يطاع، خلاص، فتحملوني أنا مسؤولية التفرق، أنتم فرقتم. عينا الآن نقول نفس الكلام للذين يعارضوننا، يقولون أنتم فرقتم، ليش تفتحون جبهات داخلية؟ أنحن فرقناكم أم أنتم فرقتم أنفسكم؟ أنت الذي خرجت ببدعة على المنبر تقول فيها أنه مثلا من يقول أشهد أن عمر ولي الله لا إثم عليه، وإحنا من مانع؟ إذا أنا شو نسوي لك؟ أنا أريد أواجه هذا الانحراف، لما أواجه هذا الانحراف يقولون أنت تتفرق، وليش ما يقال لذاك أنه هو الذي يفرق؟ أنت خرجت ببدعة أن عائشة ينبغي احترامها لأجل عين ألف عين تكرم، على حسب كلامك، مو الشكل؟ زين، أنا أريد أن أواجه هذا المفهوم الباطل وصححه، يقال أنت فرقت. لا ينظر إلى الفعل، ينظر إلى رد الفعل، وهذا خطأ منهجي. أنتم الذين هدمتم، أنتم الذين فرقتم. أنا قلت لجميع الإخوة والوسطاء وحمائم السلام مثل ما يقولون، قلت لهم أنا لا أريد منكم شيئا، بلغوا الطرف الآخر إذا يريد أن نكف عنه أن يكف هو عنا، أن يكف عن ديننا ومنهجنا، بس ما نطلب شيء آخر. يعني ضبوهم هم قبل أن تأتوا علينا، ما الذي يحركنا نحن حتى نتخذ هذه المواقف الشديدة تجاههم؟ أفعالهم وتصرفاتهم، يمسون العقيدة، يمسون الشعائر الدينية، يمسون الشعائر الحسينية مثلا، يخلطون المفاهيم، يتلاعبون بالدين. زين، احنا هم شنو حتى نحترم حضرات جنابهم؟ لازم احنا نجي بس هالشكل نمسك ألسنتنا وما نصرح ضدهم بشيء حتى لما نسأل؟ يعني انتم تعلمون عادة انا لما أسأل أجيب، حتى لما نسأل لا نجيب على أساس لا تقع فرقة؟ خلي تقع فرقة، هم الذين فرقوا في البداية، هم الذين جاءوا بهذه المنكرات، ماذا نصنع معهم؟ أنا رجل ما أتحمل أن باسم التشيع يسوق المنكر، باسم التشيع يؤصل، لأن يؤصل مثلا لقاعدة أو تقعد قاعدة أنه ينبغي احترام قاتلة رسول الله صلى الله عليه وآله، عائشة بنت أبي بكر قاتلة رسول الله كما قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وكما قام عليه البرهان والدليل. هذه امرأة قاتلة، أنت تريد الآن باسم التشيع تريد أن توجب على الناس أن يحترموها، تقول إكراما للنبي،
هذا أمر مخالف لمنهاج الأئمة الطاهرين عليهم السلام، بل لمنهاج الكتاب والسنة. زين، لما أنت تطرح هذا الأمر وتسويقه باسم التشيع، تفترض أنه ما يصير أكو ردة فعل ممن يكون قلبه يحترق على التشيع؟ فإذا رد عليك، لماذا يحاسب الراد أنه هو الذي يحدث فتنة، هو الذي يفرق؟ ليش ما تحاسبون ذاك أنه هو الذي يفرق وهو الذي صنع هذه الفتنة؟ لو ذاك ضاب بلسانه كانت تصير هاي المشاكل فيما بيننا؟ ما تصير هاي المشاكل، ما نطلب أكثر منها. هذا عينا الذي كان يعاني منه أمير المؤمنين عليه السلام، يحملونه هو مسؤولية الفتنة ومسؤولية الهدم. أمير المؤمنين يجيبهم: أنا هدمت أمرهم أم هم هدموا؟ أم أنا فرقتهم أم هم تفرقوا؟ إلى أن تمضي الرواية فتقول: وقد قيل له لما كتب الصحيفة. شنو يعني كتب الصحيفة؟ يعني صحيفة الاتفاق على دومة الجندل، على أنه يصير تحكيم هناك، كتبت هذه الصحيفة وأنه قبلوا الموضوع. قيل له حينها: إن الأشتر لا يرضى بما في الصحيفة، هاي الإشاعة اللي طلعت، ولا يرى إلا قتال القوم. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ولا أنا والله رضيت ولا أحببت أن ترضوا. يعني حتى أنا ما رضيت بقضية الصلح هذه أو التحكيم، حتى أنا مو راضي، ولا راضي إنكم رضيتوا، ولكن ماذا أصنع؟ لا رأي لمن لا يطاع. يعني رأيي هو رأي الأشتر نفس الشيء، أو قولي هو قول الأشتر، موقفي هو موقف الأشتر، لكن ماذا أصنع إذا تفرقتم عني؟ ولا أنا والله رضيت ولا أحببت أن ترضوا، وأما ما ذكرتم من خلافه علي. تذكرون أنه هو الأشتر يخالفني، وتركه أمري، فليس من أولئك. هذا الصنف، هذا النوع، لا، مو نوع مالك. هذه إشاعة أكذوبة، هذه أنه يخالفني خالف أمري، ما يخالف. ولست أخافه على ذلك، ما خاف منه عصيان ولا تمرد. وليت فيكم مثله اثنان، يا ليت فيكم مثله واحد يرى في عدوكم مثل رأيه. يعني يا ريت واحد منكم عنده بصيرة في جهاد عدونا معاوية وأصحابه مثل ما الأشتر عنده بصيرة. إذن لو كان عندي مثل واحد، حتى مو بعد اثنين، إذن لخفت علي مؤونتكم ورجوت أن يستقيم لي بعض أودكم. لو عندي منا بعد واحد كان مؤونتكم، هاي حملكم علي، كان يخف، لأنه عندي واحد ثاني أدبكم مثل مالك، وبس واحد. وكان ماذا؟ رجوت أن يستقيم بعض أودكم، يعني بعض اعوجاجكم يستقيم. وقد نهيتكم عما أتيتم فعصيتموني. أنا نهيتكم منذ البداية، قلت لكم لا تغتروا برفع المصاحف، لا تغتروا، هذه خدعة معاوية وعمر بن العاص بن النابغة، لا تغتروا، نهيتكم فعصيتموني. فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. أنا حالي مع حال الموجودين، إذا صار رشد جماعي رشد يكون لدي، إن كان غواية جماعية أنا مضطر أنه ماذا؟ لا إكراه في الدين، ما أفرض عليكم شيئا، فأمرر لكم الغواية، أنتم تتحملون، أنتم تتحملون النتيجة. فإذا هذه أيضا مرتبة إضافية،
الوقت تجاوزنا ما راح أخلي مجال للاتصالات، راح أكمل هذا الموضوع ضروري، هذا موضوع جدا ضروري في هذه الليالي، شوية أطول معاكم هالليلة. شوفوا هذه مرتبة هم إضافية للعلم، ترى أنا عندي هذا البحث من أهم البحوث، لأنه هذا يتعلق بواقعنا إخواني. إحنا الشيعة عدل لو لا؟ إحنا هذا اللي أريد أوصل له. إحنا الشيعة بالمستوى أم لا؟ لأنه هذا قلب إمامنا محروق، ترى اللي ما يظهر بسببنا، إحنا نوصل نفسنا لهالمستويات أم لا؟ هذا الذي أريد. وإن كنت أعول على أناس شهد الله، أعول على المتشيعين أكثر مما أعول على الشيعة الأصليين. أنا خطابي هذا أوجهه للشيعة الذين تشيعوا حديثا، من الآن خطط أن تكون من الطراز الأول، حاول أن تصل إلى مستوى إن شاء الله مالك الأشتر، إن شاء الله تصل. تركنا إحنا اللي شيعة بالأصل، إحنا مليانين عقد وضعف مع الأسف الشديد. أنتوا تقدموا، أنتوا الآن طليعة العالم الشيعي ستكونون إن شاء الله تعالى، هؤلاء المتشيعين طليعة العالم الشيعي، صدارة العالم الشيعي حقيقة. يعول على هؤلاء. أنا أقول بناء على الحدس للحس، حدسي هكذا، أن اليماني الذي بشرت به الروايات يظهر من اليمن وينطلق إلى أن يصل إلى الكوفة إلى العراق، هذا متشيع، متشيع. هذا المتشيعون هم الذين سيحدثون التغيرات الكبرى في عالمنا الإسلامي. هؤلاء هم الذين تعلق عليهم الآمال، وهذا أمر ترى محسوس. أنت شوف حتى عندنا ها هنا المتشيع قد يجي منه شغل أكثر حماسا وانضباطا وفاعلية ونشاطا من هذا الشيعي ابن 16 الشيعي، عرفت شلون؟ سبحان الله، قضية هكذا. ليش؟ لأنه مكتشف هذا النور، عارف هاي. ما إيجاد تشيع بالمجان أو ببساطة، ما إجا ورثه هكذا من الآباء والأجداد، لا، تعب خرج نفسه من الظلمات إلى النور، مو ببساطة. فعارف أي كنز بيده الآن. عادة المتشيع بس يتشيع يجينا ما شاء الله صاروخ، كتلة نشاط، يريد أن يفعل المستحيل في الانتصار لآل محمد عليهم الصلاة والسلام. أما الشيعي العادي مع الأسف، إلا ما رحم ربك، عادة بارد، عادة هكذا يريد يخلي رجل على رجل ويشرب نارجيلهم، عرفت شلون؟ ويخدم أهل البيت، يعني يريد هالشكل خدمة يعني لأهل البيت. أما الشيء اللي بيه تعب بيه كد، مع الأسف ما يطلع منهم هذا الشغل. إحنا نريد هذا الصنف، فلذلك هم خطابي لعله في المقام الأول يوجه للإخوة المتشيعين المهتدين الجدد، عسى ولعل يدركون أنه أنتوا الآن دخلتوا التشيع عرفتم، بس لا، ديروا بالكم، ترى التشيع هم درجات مقامات، حاول تصعد، صعد نفسك إلى أن تصل إلى مستوى شرطة الخميس، بعدين هم صعد نفسك أكثر، حاول تصل إلى مستوى عمرو بن الحمق الخزاعي اللي كان منهم فقط 100 في ذلك الزمان، أقل من 100، يا ليت في شيعتي 100 مثلك، يعني أكو أقل من 100، وإلا ما يخلي هذا العدد، لو كان عنده مثلا أقل من 50 يقول مثلا يا ليت عندي 50 مثلك، أما ما عنده. زين، توصل نفسك إلى مقام عمر مثلا ابن الحمق الخزاعي، حاول توصل نفسك إلى مقام أعلى، مقام مالك الأشتر، ليت لي منه اثنان فيكم، ليت لي منه واحد، إذن لخفت علي مؤونتكم ورجوت أن يستقيم لي بعض أودكم. ليش؟ لماذا مالك بالذات؟ لأنه كان جبلا حقيقة، هذا الرجل استثنائي أصلا، أنا أقدر أسميه هذا معجزة حيدرية، هذا بالذات واقعا، يعني هذا معجزة، كأنه شعبة من أمير المؤمنين حيدر صلوات الله عليه، النموذج مصغر من حيدر الكرار، نقدر نقول هكذا، ها
هذا مالك حقيقة. شوفوا أنتوا لاحظوا أول ما بويع لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ما عندي مجال أنقل لكم ماذا قام جماعة من خلص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام من الشيعة من الرافضة، قاموا وخطبوا في الناس يوم البيعة، يوم البيعة بعد مقتل الطاغية عثمان بعد 3 أيام، والناس هرعت إلى علي عليه الصلاة والسلام، نادت به خليفة، جاءوا به إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، كان الجميع يحيط به فرحة غامرة. وقام كم واحد خطيب يدعو الناس لبيعته صلوات الله عليه، وثم تمت البيعة، وأيضا استمروا في الخطابات يعني في الاستبشار بهذا اليوم، وطمأنت الناس بأنه جاءكم علي بن أبي طالب الآن سيحملكم على المحجة البيضاء. فكل واحد قام وقال ما قال. مالك الأشتر ممن قام، ولكن نبرة حديثه تختلف عن الآخرين. ثبت أمرا مهما لم يثبته الآخرون، وهو ماذا؟ نص على ذلك في وسط، كما قلت، في وسط جمع من المسلمين الذين غيبوا 25 سنة، ربع قرن، ما عرفوا عليا. قلت لك بايعوا مثل ما بايعوا 3 اللي قبله، فيطلع واحد بالوسط ينبههم إلى هذا الأمر. لما يبايع لعلي يحث الناس فيؤكد على هذا المفهوم، يقول هذا وصي الأوصياء. البقية ما قالوا هذه الكلمة. الرواية تجدونها في مصدر المصادر المخالفين، تاريخ اليعقوبي، المجلد الثاني، صفحة 179، يقول وهو يبين ما جرى في ذلك اليوم، يقول: ثم قام مالك بن الحارث الأشتر فقال: أيها الناس، هذا وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء العظيم البلاء الحسن الغناء، مستغني عن غيره، الذي شهد له كتاب الله بالإيمان ورسوله بجنة الرضوان، من كملت فيه الفضائل لم يشك ولم يشك في سابقته وعلمه وفضله الأواخر ولا الأوائل، حتى الأوائل لا يشكون فيه. هذه الحقائق المرتبطة بأمير المؤمنين عليه السلام ما هتف بها غير مالك في ذلك اليوم، يعني من بداية حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مالك ثبت حقيقة أنه وصي، مو حي الله خليفة راشدي رابع ما أدري شنو على المفهوم البكري، لا، هذا وصي الأوصياء وارث علم الأنبياء، هكذا مقاماته. نبرة تختلف حتى عن نبرة بقية الشيعة في ذلك اليوم. عائشة خرجت على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: هات لي شخصاً آخر كتب كتاباً تهديدياً لها غير أمير المؤمنين عليه السلام وغير مالك. ونقلت لكم كتاب مالك، تتذكرون؟ لما هدت عائشة بذلك الكتاب اللي عائشة كانت ترجف من وراء، ولذلك حقدت على مالك. ماذا يقول في ذلك الكتاب؟ تتذكرون عباراته؟ يهددها، يقول: إما ترى التوبين وترجعين. إلى الآن ما صارت المعركة، ترى هي في الطريق، بلغ مالك هذا الأمر، كتب لها كتابا، راح وصلوا له إياه، قالوا له: هذا كتاب مالك الأشتر. فضته قرأته، قال لها: أنا عرفش زين، ترى إما ترى ترجعين عن غيك تكفين عن هذه الفتنة، وإلا إذا أردت إلا أن تخرجي وتبدي للناس شعيراتك. أنا عارفك أنت امرأة متبرجة أدبسز، تريدين الرجال وسط الرجال، وتريدين تصير إمبراطورة وأميرة مؤمنين، أنا عارفك زين، فإذا أصررت على ذلك أنا راويش السيف عدل.
وبالفعل اقرأ في تاريخ مالك الأشتر في معركة الجمل ايش سوى؟ ركز حد النظر حتى بعدما تطارح مع عبد الله بن الزبير وأفلت من عنده، لأنه كان مالك في معركة الجمل 3 أيام صائما طاويا، لا متفطر ولا متسحر 3 أيام. وهو بعدين قال لعائشة، قال أما والله لولا أني كنت صائما طاويا 3 أيام بلياليها لما أفلت مني ابن أختك هذا. هذا عبد الله بن الزبير كان علمته شلون شغله، بس شوية كان ضعيف. مع هذا الضعف الذي عنده، مع ما المبارزات التي كانت بينه وبين من بارزه وقاتله، مالك الأشتر توصل إلى جمل عائشة وضرب منه كم قائما من قوائمه. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه والعن عداه. هذا مالك. ولذلك تتعجب لما يعني هنا الفيصل، احنا مر معنا ماذا؟ عمرو بن الحمق الخزاعي كان لأمير المؤمنين كما كان سلمان لرسول الله، لا شك مقام جدا عظيم. أما مالك بالنسبة إلى أمير المؤمنين كيف كان؟ نأخذ الكلمة من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول هذا تجدونه في شرح نهج البلاغة المجلد الثاني الصفحة 214، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: كان الأشتر لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني سلمان أم أمير المؤمنين بالنسبة إلى رسول الله؟ ماكو قياس أصلا بين سلمان وبين أمير المؤمنين بالنسبة إلى رسول الله. فإذا عمرو بن الحمق الخزاعي مقامه عال جدا، وهو عال جدا إلى أن بلغ مرتبة سلمان بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا قياس بينه وبين مالك الأشتر، لأن مالك الأشتر بلغ مرتبة أمير المؤمنين بالنسبة إلى رسول الله. كان لي كما كنت لرسول الله، يعني ثاني شخص في بعد أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الجانب في قضية النصرة، استثني أهل البيت الطاهرين، استثني الحسن والحسين صلوات الله عليهم، مالك رقم 1. شرطة الخميس، اصعد شوية أو اصعد هواية هواية، لازم تصعد حتى توصل 100 اللي من طراز عمرو بن الحمق، هم لازم تصعد كثير إلى أن تصل رقم 1. ولهذا لما يقول أمير ليت لي منه 2 فيكم، ليت لي منه 1، لأنه بالفعل، لأنه رسول الله ما كان عنده 1 مثل علي بن أبي طالب، 1 آخر مثل علي بن أبي طالب كان عنده؟ ما كان عنده. هذا كان لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش نتعجب إذن أنه لما يبلغ أمير المؤمنين صلوات الله عليه خبر استشهاد مالك رضوان الله تعالى عليه، وين؟ في مصر، أرسله إلى مصر. إن لله جنودا من عسل، يقول معاوية لعنة الله عليه، بالعسل سمى غدر، وهذا العاجز غدر، هو يتصور هذا انتصار. يعني شنو هو؟ أنا هم أحيانا أتعجب من الإخوة يصرون علي يقولوا لي شيخنا لا تطلع بدون حماية، ذولا أهل غدر. طيب إذا غدروا سووا فينا مثل ما سووا مالك، وهذا كان انتصار، يصير انتصار لي أنا شخصيا، يعني ليست بطولة أن ينالوا مني غدرا، بطولة هي؟ ليش هذا كان بطولة اللي نالوا من مالك الأشتر غدرا؟ ما كانت بطولة، كانت بطولة لما عبد الرحمن بن ملجم جاء لعلي وهو ساجد ضربه، يعني في محراب الصلاة، غدرا ضربه، غيلة ضربه. إذا رجال يواجه علي بن أبي طالب وجها لوجه، مو غدرا من ورائه وهو في حال الصلاة. إذا هذا رجال معاوية يواجه مالك الأشتر وجها لوجه، مو يرسل له بالعسل، عسل مسموم يخليه بالطريق وبعدين يشرب مالك رضوان الله تعالى عليه، بل سلام الله عليه، ويستشهد من وراء ذلك. مو بطولة هذه،
الغدر أول ما يرتد يرتد على صاحبه، يسود وجهه في التاريخ. الآن الطائفة البكرية إذا غدرت بي أنا شخصيا فهذا سواد وجه للطائفة البكرية ونصر لنا نحن شيعة أهل البيت إن شاء الله، نصر يصير. فما مهتم، لا عندي حماية ولا أهتم أصلا بهذا الموضوع على الإطلاق، وكفى بالأجل حارسا. مالك الأشتر هكذا ذهب غدرا لما بلغ نبأه أمير المؤمنين عليه السلام، حصل فيه هذا الذي حصل. دعوني أقرأ لكم. الرواية للعلم في أكثر من مصدر، تجدونها في الغارات لإبراهيم بن محمد بن هلال الثقفي رضوان الله تعالى عليه في المجلد الأول الصفحة 265، تجدونها في الاختصاص للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 81. ودعونا ننقل الروايتين، يعني كلاهما على النصين اللذين بين أيدينا. الأولى عن فضيل بن خديج عن أشياع النخع، يعني أشياخ قبيلة النخعي اللي ينتسب إليها من؟ مالك الأشتر، مالك بن الأشتر النخعي. قالوا دخلنا على علي عليه السلام حين بلغه موت الأشتر، فجعل يتلهف ويتأسف عليه ويقول لله در مالك وما مالك، لو كان جبلا لكان فندا، لو كان جبل كان جبل غير الجبال، يعني فندا من الجبال، فريدا من الجبال، كناية عن ماذا؟ عن خروجه عن الجبال بميزات بحيث لا يستطيع أحد أن يرتقيه، أن يصعده. عرفتوا شلون؟ لو كان جبلا لكان فندا، فريدا من الجبال في عظمته مثلا، في وعورته مثلا، ولو كان حجرا لكان صلدا، يعني صلبا. أما والله ليهدن موتك عالما عالما وليفرحن عالما. يهد موتك من؟ عالم المؤمنين. ويفرح أي عالم؟ عالم الكافرين والمنافقين أمثال معاوية وأصحابه. على مثل مالك فلتبكي البواكي. هاي الكلمة حقيقة قوية جدا، شوف شوف ركز فيها. يقول وهل موجود كمالك؟ الله أكبر، أكو أصلا موجود مثل مالك؟ ترى أنا ما شايف مثل هاي الكلمة عن أمير المؤمنين عليه السلام في حق غير مالك صراحة. أنا أقول لك وهل موجود كمالك؟ يقول فقال علقمة بن قيس النخعي فما زال علي يتلهف ويتأسف حتى ظننا أنه المصاب به دوننا، يعني إحنا قومه وعشيرته، إحنا النخع، لكن من كثرة تأسفه وتلهفه شعرنا كأنه هو المصاب به دوننا. شوف إيش قد كان قريب من أمير المؤمنين عليه السلام. وقد عرف ذلك في وجهه أياما، يعني أيام وجه أمير المؤمنين ماذا؟ حزين. أيام ظل حزين على مالك الأشتر. مثيل هذه الرواية في الاختصاص ولكن بسنده عن عوانة قال لما جاء هلاك الأشتر إلى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه صعد المنبر فخطب الناس ثم قال ألا إن مالك بن الحارث قد مضى نحبه وأوفى بعهده ولقي ربه، فرحم الله مالكا
لو كان جبلا لكان فذا، ولو كان حجرا لكان صلدا. لله مالك، وما مالك، وهل قامت النساء عن مثل مالك؟ وهل موجود كمالك؟ فلما نزل ودخل القصر أمير المؤمنين عليه السلام، أقبل عليه رجال من قريش فقالوا: لشد ما جزعت عليه ولقد هلك، ليش كل هذا الجزع يا أمير المؤمنين؟ قال: أما والله هلاكه قد أعز أهل المغرب وأذل أهل المشرق. من هم أهل المشرق؟ العراق. من هم أهل المغرب؟ الشام. يقول هلاكه شنو سوى؟ أعز أهل المغرب، خلاهم يعتزون، فرح صار في الشام، فرح مالك الأشتر، افتكينا منه، وهد ركن أهل المغرب، أهل المشرق، أهل العراق. قال: وبكى عليه أياما أمير المؤمنين عليه السلام، وحزن عليه حزنا شديدا، وقال، هذه هم كلمة جدا قوية: لا أرى مثله بعده أبدا، لن أرى مثل مالك، ما عندي مثله أبدا. زين، إذا كان الأمر هكذا وهو هكذا، فعلى ماذا إذن نحمل كلام الإمام الباقر عليه السلام أن عليا كان يقاتل عندكم في العراق ومعه أصحابه وما كان فيهم 50 رجلا يعرفونه حق معرفته، وحق معرفته إمامته، أو حق معرفة إمامته؟ هنا نبدأ نتلمس المعنى، نقول: إذا كان هنالك درجات تفاضلية، فإذا إن استقللنا واستقللنا حتى نصل إلى من هم على مستوى الدرجة الأولى كمالك، لا نجد منه حتى 2، 1 فقط. إن استقللنا إلى أن بلغنا من كانوا على درجة عمرو بن الحمق الخزاعي، ليس منه حتى 100، مثله لا يوجد حتى 100. فإذا نفهم من وراء ذلك أنه شرطة الخميس، اللي شرطة الخميس اللي مقامهم عال جدا، بحيث أن الله سماهم شرطة الخميس وهم من أهل الجنة، بشروا بالجنة، الله سماهم شرطة الخميس على لسان نبيه صلى الله عليه وآله. صحيح كان عددهم 5000 6000، كان ينتصر بهم أمير المؤمنين عليه السلام، أما ما كانوا كلهم على ذلك المستوى، وفي مراحل معينة كان أمر الانتصار يتطلب من هم على تلك المستويات العالية، لا على مستوى شرطة الخميس. يعني حتى شرطة الخميس ما يأكلون خبز مثل ما احنا حين ذاك، وبالفعل هذا الصحيح ترى. لا يفهم كلامي على أنه قدح، التفتوا، أنا لا أقدح بشرطة الخميس، أنا أتمنى لو أكون واحدا منهم، شرف عظيم، ولكن أنا أقول: لا تتعجب إن كان هنالك لوم لشرطة الخميس. بالفعل هنالك أفراد من شرطة الخميس لامهم الإمام عليه الصلاة والسلام، قصروا، ضعفوا، ما رزقوا كمال المعرفة ولا كمال التسليم، ولذلك تضعضع أمر أمير المؤمنين وجيشه، وكان يتململ في أواخر أيام حياته، وكان تعبان، وكان يقول: سأمتكم وسأمتموني. طبيعي، أريد أن أوصل
هذا المفهوم إليكم، أنه قد تجد حتى في زماننا أناس عباد صلحاء خيرون مجتهدون، لكنه تقع عليهم الملامة لأنهم غافلون عن أمور، مقصرون في أمور، ما اجتهدوا في إيصال أنفسهم إلى مرتبة عالية وكفاءة عالية توصلهم إلى حد أن يكونوا حقا من خدام المهدي، حقا مو ادعاء، مو مجرد هيئة خدام المهدي عليه الصلاة والسلام، لا، مستوى 313 الذين أقرنوا بالصلاة على ولي الأمر المنتظر. كيف نزور الإمام المعصوم؟ كيف نزور الإمام المنتظر صلوات الله عليه؟ ماذا نخاطبه؟ أشهد أن الله اصطفاك صغيرا وأكمل لك علومه كبيرا، وأنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت، اللهم صل عليه وعلى خدامه. أي مقام هذا؟ اللهم صل عليه وعلى خدامه وأعوانه على غيبته ونأيه، إلى آخر الزيارة المباركة. هكذا نزور الإمام عليه السلام. إحنا بلغنا حقا منزلة خدام المهدي؟ خلص خدام المهدي هؤلاء؟ بلغنا؟ إحنا نسمي الهيئة هكذا ترى تبركا باسمهم، مثل واحد يسمي هيئة مثل الإمام الحسين عليه السلام أو هيئة أنصار الحسين، أما إحنا ندعي بأنفسنا أنه هالشكل وصلنا؟ وين؟ خلونا يا جماعة نلتفت، إحنا في أيام حرجة، لعله هنالك الآن بواعث تبعث الروح من جديد في الأمة الإسلامية الرافضية. أنا قلت إذا التفتت هذه الأمة إلى المسير إلى المسار اللازم، يعني تبقى شيء واحد ولا أصرح به، إذا صار فهذا إن شاء الله تعالى يكون موجبا لظهور ولي الأمر صلوات الله عليه. بس ينبني هذا كله على هذا المفهوم الذي أريد أن يصل إليكم. أنت شوف، لا تكتفي بدرجة تظن أنك قد بلغتها وتقول الحمد لله أحسن من غيري. لا، التفت، ترى أكو أفراد وصلوا إلى مقامات عالية لكنهم بسبب بعض التقصيرات وقع عليهم ملامة، وقع عليهم لوم، وحوسبوا، وكانوا سببا في أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يتضعضع حال حكومته، فحرموا أنفسهم من أمير المؤمنين. نتيجة الأمر راح لمعاوية، نتيجة هو معاوية اللي أخذ الأرض وما عليها. هذا اللي صار. أفراد كبار، شخصيات من الحواريين، إحنا مضطرون أن نعرض هذه الأوراق إخواني. ليش؟ أنه إحنا مو بكريين نقدس الرجال، إحنا نحترم هذه الشخصيات. الليالي القادمة إن شاء الله سأضرب نماذج، سآتي على ذكر تلك النماذج لأفراد من شرطة الخميس، ولكن كانت لديهم أخطاء، وأية أخطاء، تقصيرات وأية تقصيرات. ولهذا أقول إن الذين يعنيهم الإمام الباقر أنه ما كان عنده أكثر من 50 هم أولئك اللي على مستوى مالك وشوية أقل من مالك، بحيث حتى شنو؟ حتى مستوى عمرو بن الحمق الخزاعي أقل شوية من هؤلاء 50، لأنه 100 يقول 100 الإمام عليه السلام. علمتم القضية أين؟ هؤلاء لابد أن نعرض بعضا مما ارتكبوا، ولا مع الإقرار بأنه عن غير عمد لا شك، لكن حتى نحن نستفيد، حتى نرى هل نحن الآن نرتكب مثل ذلك أم لا، وبالفعل نكتشف أننا مو بس نرتكب مثل ذلك، أضعاف أضعاف، إحنا سواد وجه أمام الإمام عليه السلام. واقعا هذا سواد وجه حقيقة. إمامنا عليه الصلاة والسلام لعد طالت غيبته بسبب من؟ بسببنا نحن. إحنا ما أوادم صراحة، صراحة أقول إحنا مو بالمستوى، ما وصلنا إلى ذلك المستوى الذي الإمام يطمئن يظهر يعتمد علينا. ما يعتمد علينا، ما يعتمد. خلونا نخصص هالليالي المتبقية من شهر رمضان إن أحيانا الله تعالى في هذا المبحث، والله يعيننا ويعينكم.
وأنا أول من يلوم نفسه ترى، يعني أول واحد يلوم نفسه أنا، مو أنه لا سمح الله يعني يفهم كلامي على أنه نوع من الوعظ والإرشاد وكأني يعني أعصم نفسي من التقصير والخطأ وما شاكل. لا، الخطاب أوجهه لنفسي وإليكم، هكذا أقول. أقول خلونا جميعا نفكر، نحاول نشوف شلون نصل إلى هذا الذي نريد حتى يسر رسول الله صلى الله عليه وآله. ما من شيء يسر النبي صلى الله عليه وآله إلا أن يظهر حفيده الموعود هذا صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عداهم.